تحيه رياضيه مشاهدي ام تي في، استكمال المرحله السابعه من دوري الفا للفوتبول بمباراه مباشره رح تتابعوها من هالملعب يلي عم نشوفه امامنا على الشاشه بهاللقطه الجويه الرائعه. ملعب صيدا البلدي رح يستضيف مباراه العهد وضيفه الاخاء الاهلي علي، مباراه اكثر من مهمه للفريقين، خليني اقول مهمه للعهد بعد الاداء المخيب بالنسبه له على الصعيد الفني ولو انه فاز على طرابلس بالاسبوع الماضي، لكن ايضا مباراه مهمه للاخاء من اي مكان، من محل مهم جدا بالموسم بالنسبه للاخاء، لان هالمباراه ممكن تشكل منعطف بالنسبه للفريق الجبلي يلي معه 11 نقطه مقابل 16 نقطه للعهد، يعني اليوم فوز الاخاء راح يوضعه بموقف قوي للمنافسه. بالمقابل مهمه العهد واضحه، هي العوده ليكون شريك بالصداره وخصوصا بعد فوز النجم امبارح، وبالتالي العهد بده يكون على نفس المسافه من النجمويين. الضغط اليوم على العهد بشكل كثير كبير، غيابات ايضا راح نتابعها عن تشكيله العهد، لكن بطبيعه الحال كل اللي بنتوقعه هي مباراه قويه بين فريقين فعلا بيأدوا باسلوب هجومي كثير كبير. رح نحكي اكثر عن النواحي الفنيه والاستراتيجيه للمدربين باسم مرمر وعبد الوهاب ابو الهيل مع محلل ام تي في بمباراه اليوم كابتن جمال حاج. مساء الخير. مساء الخير لك لجميع المشاهدين. رح فيك مره جديده عبر شاشه ام تي في، يعني مباراه العهد والاخاء الاهلي علي بالموسم الماضي بلقاءين، اللقاءين كانوا صعبين على الفريقين، التعادل كان 1-1 بمباراه الذهاب والتعادل السلبي كان بمباراه الاياب، يعني العهد ورغم فوزه باللقب ما قدر يفوز على الاخاء لا ذهابا ولا ايابا. اليوم المهمه ايضا صعبه امام العهد، وخصوصا انه باسم مرمر اضطر مره جديده يكون عنده تعديل على تشكيلته يلي رح نتابعها على الشاشه ايضا. الاخاء بعتقد انا اللي حضر السنه الماضيه عبد الوهاب ابو الهيل كان مع الكابتن عبد الوهاب ابو الهيل قدر يعمل منظومه للفريق، يمكن عطى الروح العالي عند اللعيب الاجريسيف والتنظيم العالي، عمل 3-4-3 يلي بيعتمد الاربعه، لا كان بالاسبوع السنه الماضيه كان عم يلعب 4-2-3-1. الاخاء عم بيحكي عن الاخاء لانه لازم نحكي عن الاخاء، بس خلص الموسم مرتاح فريق الاخاء مباشره بعد البطوله قدر فريق الاخاء يجمع فريقه. هون عم نشوف تشكيله العهد صحيح ناقصة في عديد من النواقص خاصة بقلب الدفاع، عم نشوف اليوم أحمد صالح ونور منصور عم يقاتل لبدلاء، عم نشوف إشراك هيثم فعور إلى جانب خليل خميس العائد من إصابة، الملفت هو حسين دقيق بنص الملعب إلى جانب حسام منذر مع محمد حيدر ومهاجمين أحمد زرق وربيع عطيق المغربي استمرار غيابته. طيب. شافوا قبل ما أحكي عن 3-4-3 اللي عم يعتمدوها الأخاء هالموسم والمقاربة المغايرة لعبد الوهاب أبو الهيل، عم نشوف أيضا تشكيلة الإخاء أمامنا على الشاشة مع شاكر وهبي بحراسة المرمى، ثلاثي خط الدفاع إبراهيم خير الدين، أحمد عطوي، كريستيان لوكا البرازيلي، ايغور محمد ابو عطيه، محمد عطوي، نادر مروش بخط الوسط، ثلاثي الهجوم خالد تكجي، كارلوس البرتو، واحمد حجازي. كابتن بدي ركز شوي على موضوع مطرح ما انهينا الاسبوع الماضي بالحديث عن العهد، رباعي خط الهجوم، اليوم عم نحكي عن كثافه عدديه بخط الوسط وعن نقطه كثير مهمه حكيت عنها انت، هي قد ايه اللاعبين الاجريسيف يلي عم بيكونوا موجودين بخط الوسط عند الاخاء الاهلي علي، ايغور ابو عطيه، محمد عطوي، ونادر مروش، اليوم قد ايه صعبه على العهد بوجود منذر ودقيق يلي مش بمركزه والمساحات كبيرة اللي شفناها بين الوسط والدفاع بالاسبوع الماضي من اصعب أمام المباريات يلي هي كانت مشكله من اصعب المباريات، بل يمكن اصعبهم هي على فريق العهد على المستوى التكتيكي. اليوم هي مباراته مع الاخاء، اذا لم يكن بوضعه الطبيعي العهد، اذا ما ارجى الصوره الحقيقيه عن فريق العهد ما قادر ما حيقدر اليوم ما بيقدر يترك مساحات، فكيف الحال عنده نواقص، فبالتالي هيدي المجموعه المفروض تقدم افضل ما عندها اللي عم تلعب اليوم وتكون الموعد بالموعد لحتى تقدر تتخطى فريق عنده التزام تكتيكي وعنده مرونه بالتشكيل من بيحولها من 3-4-3 ل3-5-2 ل4-4-2. هيدا اللي بدي احكي عنه، يعني اليوم انت ما بتقدر تترك مساحه يا حسين دقيق ويا حسين منذر بظهركم بين خط الوسط وخط الدفاع، لانه اليوم غير خالد تكجي وكارلوس البرتو احمد حجازي عندك ايغور صحيح يلي بيشارك وبزيد وبتبادل المراكز مع التكجي، وايضا محمد عطوي يلي بزيد بالحاله الهجوميه. الفريق اصبح متجانس، ما وقف بعد رمضان مباشره، شهر رمضان الفريق كان عم يتحضر والتشكيل كامل، يمكن عمل تعديلات وقدر يعمل اسلوب جديد، طريقه لعب جديده لفكره لابو الهيل، والفريق اكثر بيهاجم خمس لاعبين يعني ما ثلاث مدافعين اللي كانوا الباقيين خاصه ايغور بتشوفه ظهير بتشوفه لاعب وسط بتشوفه مهاجم، هذا النوع يلي ما بنشوف منه مهاجم، لوكا بتلاقيه بيسقط، خالد التكجي لا مركزيه، فبالتالي الثابت الوحيد بالفريق هو ابو عتيق اللي بالارتكاز منطقه الارتكاز، والباقيين لاعبين مهاريين وسريعين وعم بيطبقوا تكتيكيا، عندهم نضج تكتيكي وعم بيطبقوا، فمشان هيك عم بقول اليوم مباراه صعبه على فريق العهد، لكنه
ما حننسى فريق العهد عنده كل العناصر اللاعبين على مستوى عالي، لكن مطلوب من هول اللاعبين ان يكونوا بالموعد وبالمستوى. كابتن غير انه حسين دقيقة انه موجود بالمركز اليوم عندنا خليل خميس عم يعود من مباراة النبيشيت ما لعب بسبب الإصابة، وعلي حديد يلي صار له زمان ما شارك كأساسي، بالوقت يلي أحمد حجازي شفنا بالمباريات الأخيرة عم يطلع مستواه وهو كان لاعب الأسبوع صحيح. بالأسبوع بالمرحلة الماضية المرحلة السادسة من دوري ألفا، وخصوصا أحمد حجازي بيقدر يخلق مشاكل لأنه بيروح ليزيد بقلب منطقة الجزاء صحيح. اليوم علي حديد إلى أي مدى هالأمر ممكن يربطه ما يقدر يشارك بالحل الهجومية، أو الأمر اللي كان يعمله حسين دقيقة منه لاعب أصيل المباريات، ثالث شيء عم بواجه مهاجمين ممكن يعملوا له سريعين ممكن يعملوا مش خاصه لا مركزيه، برجع بقول لك ممكن يلاقي احمد حجازي ممكن يلاقي كارلوس وإيغوريا اللي بيزيد دائما بالاوفرلاب، فبالتالي هذه مشكله. بالاضافه لانه كمان خليل خميس عائد من الاصابه، يعني عندك ثلاث مراكز فيهم شويه قلق، اللي هو حسين دقيق بالنص ولو هو لاعب خبره، وعندك علي حديد وعندك خليل خميس، عندهم قلق. مش هيك عم بقول اليوم لازم يبينوا بالصوره، وبعتقد بالشوط الثاني المباراه حيكون كلامها بالشوط الثاني اكثر من الشوط الاول. سؤال اخير قبل ما نروح لعند فارس، رباعي خط الهجوم هن مفتاح اليوم بالحاله الدفاعيه تبلش من عندهم 100%، لانه هذا الامر ظهر صغرة بالمباراه. اذا بدك تفوز على الاخاء ما لازم، نعم نقول فريق عنده مرونه تكتيكيه، عنده تغيير بطرق اللعب، المفروض انت تفرض اسلوبك عليه، تضغط عليه وما تخليه يبني هجمه من الخلف، وما تخليه يكون عنده دائما، لانه هذه طريقه لعب 3-5-2 بتخلي في زياده عدديه دائما، خاصه بنص الملعب في لاعب زايد، المفروض العهد يعطل الاخاء ومن خلاله ينطلق الهجوم، والدور مثل ما انت قلت الرباعي الهجومي هو المطالب بتعطيل فريق الاخاء من الامام من عند حراس المرمى وخط الدفاع لحتى يفرق ما يمنعه فرض اسلوبه، بالتالي هو اللي يكون نعم. المبادر. كابتن رح يكون لنا كثير من الكلام صح. بين شوطي المباراه، هلا رح ننتقل عند فارس قبل ما انضم له بالتعليق، ومشاهدينا بتمنى لكم اكيد متابعه طيبه لمباراه العهد والاخاء الاهلي علي. تفضل فارس. شكرا شربل، تحيه لكل مشاهدي الام تي في مع استكمال المرحله السابعه من دوري الفا لكره قدم. المباراه على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا اللي عم تجمع اليوم العهد والاخاء، واحده من اقوى مباريات هالمرحله على الاطلاق، خاصه انه اليوم فريق العهد يلي عم بخوض المباراه بتشكيله لبنانيه بينما لاعب واحد على ميعاد الاحتياط ولاعب سوري احمد صالح، بينما اللاعبين ال11 هن لاعبين لبنانيين مع المدير الفني باسم مرمر. فريق الاخاء مكتمل الصفوف، ثلاثي برازيلي مثل العاده صرتوا تعرفون، عم نحكي عن ايغور بالاضافه لكريستيانو لوكا وكارلوس البرتو. هل رح يستغل هالشيء فريق الاخاء ليرجع للجبل بنتيجه ايجابيه قدام بطل لبنان وحامل كاس لبنان؟ هذا الشيء اللي رح نعرفه بعد 90 دقيقة من عمر المباراة يلي انطلقت، وفريق الإخاء كمان من الفرق يلي عم بتنافس على لقب الدوري. فريق النجمة اليوم ناطر أي تعثر لفريق العهد بهالمباراة، خسارة أو تعادل ليقدر ينفرد وحيد بصدارة اللائحة بعد فوزه على التضامن فور 1-0 هدف لأبو بكر المل. كرة أمامية داخل منطقة الجزاء، اليوم المباراة عم تشهد عودة خليل خميس، وبدنا نقول هابي بيرثدي لحسين دقيق يلي بيصادف اليوم عيد ميلاده. خطأ لصالح فريق العهد، وركلة حرة أولى بالمباراة رح تكون لفريق العهد على حديد يلي عم بيلعب اليوم بمركز الظهير ولاعب أساسي عم بيكون بالتشكيلة الأساسية اليوم على حديد. عدة غيابات عن تشكيلة فريق العهد مثل عيسى يعقوبو، مارتن توشيف، ومحمد دوحون. أبو الهيل قدامنا على الشاشة المدير الفني العراقي لفريق الإخاء الأهلي علي. فريق الإخاء لهلأ يحتل المركز الثالث بالترتيب مع 11 نقطة، عم نحكي قبل انطلاق المرحلة السابعة، سجل 7 أهداف، دخل مرمي 7 أهداف، ورصيده من النقاط 11 نقطة، فريق العهد رصيده 16 نقطة. لهالسبب إذا الإخاء ربح بيرفع رصيده ل 14 وبصير قريب كتير من فريق العهد صاحب المركز الثاني، بانتظار أكيد نهاية المباريات اللي عم بتصير الثلاثة لنبقى نعطيكم النتيجة، علما إنه النتائج لهلأ بتشير لتعادل شباب الساحل مع الصفا 1-1، أيضا السلام صغرتا مع الراسينج 1-1، وتقدم الأنصار على البقاع بنتيجة 2-1. دقيقتين ونص على بداية المباراة، بداية اللقاء اليوم بحراسة مرمى العهد مثل العادة الجبل مهدي خليل، وبحراسة مرمى الإخاء الأهلي علي شاكر وهبي اللي عم بيكون بحراسة المرمى اليوم من بعد ما كان رضوان كساب كمان عم ياخد ببعض الأحيان
مركز حارس المرمى بفريق الإخاء. الكرة رح ترجع لعند شاكر، جمهور لا بأس به من فريق العهد عم بيشجع فريق العهد بمباراة اليوم، مع العلم انه الفريقين بده ينتبهوا لانه الهواء كتير قوي عم بيكون بالملعب، فيلي رح يكون الهواء لصالحه رح يكون عنده افضلية بالكرات الطويلة وبده ينتبه كتير منيح حارس المرمى. وقت ما عم نحكي هيك نوع من الكرات بده ينتبه حارس المرمى، بده ينتبه الدفاع، بده يكون عنده تقدير صحيح. والمنظر بيتعرض لخطأ تحت انظار حسين ابو يحيى حكم المباراة، حسين ابو يحيى يلي بيرتكب الخطأ هون احمد حجازي وقريب كتير حسين ابو يحيى، لا يعطي الخطأ لصالح فريق العهد. كمان خطأ جديد من محمد ابو عطيق هالمرة على حسين دقيق، حسين دقيق مع باسم مرمر قدامنا على الشاشة. باسم مرمر يلي بيعرف اهمية هالمباراة وكل مباريات دوري الفا، ما في مباراة سهلة، ما في مباراة بتكون ضعيفة، بس دايما مع فرصة رح تكون لفريق العهد. وتسديدة أولى كانت بهالمباراة من العطايا يلي سدد بقدمه اليمنى من دون أي مشكلة أبدا لشاكر وهبي يلي بيلتقط الكرة. ربيع عطايا يلي انتقل لفريق العهد بصفقة إذا بدكم قياسية وصفقة ثلاثية من فريق الأنصار، مقابل ثلاث لاعبين من فريق العهد انتقلوا لفريق الأنصار. أربع دقائق ونص على بداية المباراة، ومثل ما توقع الكابتن جمال حاج شربل أنه تكون هيدي المباراة من المباريات الصعبة كتير كتير على فريق العهد. وأنا برأيي فارس يلي بيقدر اليوم يحسم معركة خط الوسط بيقدر يحسم المعركة لمصلحته بالوقت يلي ربيع عطايا حاليا عم يحاول ينطلق مواجهة إبراهيم خير الدين. إبراهيم عم يقطع الكرة، بتبقى عدوية مع حسين منذر، أكيد تعلموا من أخطاء المباراة الماضية أمام طرابلس تحديدا على صعيد المقاربة الدفاعية فريق العهد. واليوم بشكل مختلف تضييق المساحات واضح، الضغط على حامل الكرة مثل ما عم نشوف باللقطة أمامنا هي أمر أساسي بالنسبة للعهدويين بالوقت يلي في كرة أمامية، في تسلل، في تسلل رح يكون على أحمد حجازي بالوقت يلي الأنصار عم يتقدم بالبقاع ببلدة النبيشيت على فريق البقاع بنتيجة 3-1. والهدف عم يسجله الحاج مالك يلي عم يتساوى مع مارتن توشاف بخمس أهداف في صدارة ترتيب الهدافين بالوقت يلي العهد بالتأكيد عم يطلع لها المباراة للنقاط ثلاثة تيعود ويتساوى مع النجمة بصدارة الترتيب العام ب 19 نقطة. هيدا علي حديد أمامنا على الشاشة هو معه الكرة حاليا على الجهة اليسرى، بينقلها عند حسين دقيق بمركزه الجديد جوكر فريق العهد، بيقدر يلعب مركز قلب الدفاع ظهير أيسر، واليوم بمركز جديد هو بخط الوسط إلى جانب حسين مدر. طبعا إصابة عيسى يعقوب فرضت التغيير مرة جديدة بالوقت يلي أحمد صالح أيضا أصيب بشد عضلي بالتمرين امبارح وبالتالي موجود على مقاعد البدلاء، ابقى هالامر هيثم فعور بمركز قلب الدفاع، ما راح يقدر يستفيد منه كان باسم مرمر بخط الوسط، وبالتالي الخيار وقع على حسين دقيق ليقوم بالمهمه، خليني اقول المهمه الصعبه لجانب حسين منذر وهي مواجهه رباعي خط الوسط للفريق الجبلي. عم بحكي عن ايجور، محمد ابو عطيه، محمد عطوي ونادر مروش. بالوقت يلي دقيق حاليا معه الكره بينقل على الجهه اليسرى لعند احمد زريق، شوفوا ايجور وين موجود دائما بخط الوسط بيحاول يلاقي المساحه الفاضيه وبيروح ليعمل التغطيه عليها ايجور. اي لاعب من لاعبي الوسط مروش عطوي وابو عتيق بيتركوا مركزهم بيتركوا مساحه خاليه، ايجور بيكون موجود بيسقط بالمكان المناسب ليغطي المساحه بالوقت يلي نهايه المباراه بين الصفا وشباب الساحل بالتعادل 1-1. سجل للصفا حسين العوطة وعادل عباس عاصي لشباب الساحل 1-1. إذن النتيجة تعادل جديد للصفا، أربع نقاط لفريق الصفا، عم يترك بالتأكيد الصفا المركز الأخير بشكل مؤقت، وكان عم يتساوى قبل المباراة مع طرابلس بثلاث نقاط، هو بالمركز الأخير طبعا بفارق الأهداف صار معه أربع نقاط. بكرة طرابلس بختام المرحلة رح يلعب مع شباب الغزير الساعة 2:15 على ملعب رشيد الكرامي البلدي بطرابلس. بدنا بالدقيقة الثامنه خطأ لمصلحة العهد، هيدا أحمد زريق أمامنا على الشاشة، اللاعب يلي تعودنا انه يحسم المباريات واكيد كان له دور كبير الاسبوع الماضي بحسم مباراة العهد بمواجهة طرابلس 2-0 كانت النتيجة، هدفين كانوا لمحمد حيدر، ركلة جزاء حصل عليها زريق ومن بعدها تمريرته كانت لحيدر عم تحسم الامور. محمد حيدر امامنا على الشاشة على تنفيذ ركلة الحرة، شاكر وهبي عم يوجه لاعبينه، خالد تكجي ومحمد عطوي خلفه نادر مروش لحقت الصد، حيدر
رح يلعب الكرة إلى داخل المنطقة، أربع لاعبين عهدويين بيلعب الكرة مباشرة. حلو كتير هالتسديدة كانت محمد حيدر، مفاجأة كانت لكن ما فاجأت شاكر وهبي اللي كان واعي تماما لهالكرة. شاكر وهبي بإنجاز أكثر من ممتاز، شوفوا بالإعادة مرة جديدة. حسين منذر من الأزرق ترجع لعند المنذر، أيضا الكرة إلى داخل منطقة جزاء، شاكر وهبي بيتركها والكرة خرجت، الكرة إلى خارج أرض الملعب. وبالدقيقة 93 الحاج مالك عم يضيف هدف رابع للأنصار، 4-1 الأنصار متقدم على البقاع بطريقه لانتصاره الرابع بخمس زيارات إلى بلدة النبيشيت الفريق الأخضر. الأنصار على السكة الصحيحة. راسينغ والسلام صغار، انتهت المباراة بالتعادل 1-1. كان سجل هدف التعادل للسلام صغرتا أمادونياس من بعد ما كان الراسينغ تقدم بهدفه لسلطان حيدر شقيق محمد حيدر، والحج مالك بهدفه السادس الموسم عم ينفرد بصدارة ترتيب الهدافين بعد 7 مراحل. عم يقود الحج مالك لما كانوا الطبيعي هداف الموسم الماضي ب 15 هدف بالوقت يلي محاول الانطلاق بهالكره، ممتاز جدا محمد حيدر عم يقدر يمر لعيب محمد حيدر راح يواجه ابراهيم خير الدين مره جديده. حيدر بيرقص الكره العرضيه لكن بقدمه اليمنى خانته قدمه اليمنى لمحمد حيدر، الكره الى خارج ارض الملعب. فارس ركله مرمى عند شاكر وهبي، بلش العهد شوي شوي قرب من منطقه جزاء الاخاء، بلش يقرا المباراه وبلش يوضع ضغط على شاكر وهبي، والدليل الانجاز اللي عمله شاكر على كره محمد حيدر يلي هون عم شوف المجهود الفردي اللي عمله لكن ما كملت معه لمحمد حيدر. الكره هون شفناها يعني الارض ما ساعدته ابدا لمحمد حيدر، عم يذكرني فريق السلام هالموسم بفريق الاخاء الموسم الماضي من حيث التعادلات. فريق السلام بسبع مباريات عنده 5 تعادلات، الفريق الأكثر تعادلاً هالموسم، بينما فريق الإخاء الموسم الماضي كان ب 22 مباراة عنده 12 تعادل. هيدا بالنسبة لمباريات اليوم والترتيب يلي بعد شوي بنرجع بنعطيكم إياه بين الشوطين، بيكون صار عنا الترتيب. وفرصة لفريق الإخاء الأهلي علي اللي معقول كتير يخلق الخطورة على مرمى مهدي خليل، تسديدة كانت بس في تسلل، تسديدة كانت خطرة كتير، ما عرف كارلوس ألبرتو يتعامل معها بأول مرة. كارلوس ألبرتو سدد الكرة وكان يمكن لازم يخدها فرست تايم على الطاير. محاولة كانت لفريق الإخاء الأهلي علي اللي هجمته المرتدة رح تشكل خطورة كتير كبيرة على مرمى فريق العهد، بينما فريق العهد ماسك المنطقة أكثر خاصة منطقة الوسط. هذا اللي عم نقوله، الهواء عم يلعب إلى جانب فريق العهد، يعني مع كل كرة عم يلعبوها بدون ينتبهوا كتير منيح، عم بتروح كتير كتير لقدام، ما عم بيقدروا يستفيدوا من الكرات يلي عم بيرفعوها على مرمى فريق الإخاء الأهلي علي. كان قدامنا على الشاشة نادر مرغوش، يعني اليوم المباراة صعبة صعبة على الفريقين، منا سهلة أبدا، والضغط أكتر وأكتر رح يكون على فريق العهد. ليش؟ لأنه النجمة ربح، الأنصار ربح، وكانوا الكل عم بيراهنوا انه الانصار معقول كتير يتعثر بالبقاع. هذا الشيء اللي ما صار، الانصار عم بيسجل نتيجه كبيره وعم بيفوز بنتيجه 4-1 وعم بيرجع بثلاث نقاط، غاليين كتير 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 بصراعه على اللقب، اللقب يلي اشتاق له كتير فريق الانصار. فرصه لفريق العهد مع كره بتنرفع داخل منطقه الجزاء، نرجع منقول الهواء عم بيلعب دور كتير كبير بتحديد معظم الكرات يلي عم بمرروها لاعبين فريق العهد، خاصة عم نحكي الكرات العالية، الكرات يلي عم بتكون على مرمى فريق الإخاء الأهلي علي. فريق النجمة 19 نقطة، العهد 16 بانتظار نتيجة مباراة اليوم، الأنصار 13 نقطة، الإخاء 11، والساحل 10 نقاط، بينما السلام عم بيرفع رصيده ل 8 نقاط. عنا 3 فرق معه 6 نقاط، ان اللي بقى التضامن والرسي، فريقين مع 4 نقاط، الغزية والصفا وطرابلس معه 3 نقاط. ختام المرحلة السابعة من دوري ألفا بكرة بمباراة طرابلس رح يستضيف فريق الغزية، وبنكون انهينا المرحلة السابعة
بانتظار عودة الدوري بعد ما يتوقف لمدة أسبوعين بسبب سفر المنتخب يلي بكرة رح يسافر نهار الأحد لأستراليا لمواجهة أوزبكستان، وأستراليا بمبارتين وديتين كرة هون عم بيخسرها العطوي أحمد عطوي، بتنتقل سريعة لفريق العهد مش لوقت كتير. أبو يحيى بيقول ما في خطأ تابع هيثم فعور، ضغط كبير عم بيكون من لاعبين فريق الإخاء، ممنوع ياخذوا الكرة كمان لاعبين فريق العهد، يعني بين حجازي وبين كارلوس ألبرتو بدو ينتبه كتير منيح. مين؟ مهدي خليل. إيغور بمرر الكرة لكارلوس ألبرتو يلي بيخسرها كارلوس ألبرتو، تنتقل سريعة لفريق العهد، بس بدفاع فريق العهد مثل ما عم نشوف عم يحميها مثل ما لازم كريستيان لوكا برازيلي، البرازيلي الإيطالي، وربيع عطايا يلي ربيع بانتظار إنه يعمل شيء بهالمباراة، لأنه جمهور العهد بينين أمال كتير كبير على ربيع عطايا، على محمد حيدر، على زريق وغيرهم من اللاعبين يلي بيقدروا يسجلوا بغياب مارتن توشيف. مارتن توشيف مثل ما عرفنا وعيسى يعقوبو رح يرجعوا بالمباراة المقبلة لفريق العهد، مع غياب رح يكون حوالي الأسبوعين. أما فريق العهد مباراته المقبلة رح يواجه فريق السلام صغرطة، أيضا رح تكون مباراة بطرابلس، بينما فريق الإخاء الأهلي علي بانتظاره مباراة مع فريق الشباب الغزية بفرجوس. هذا بالنسبة للمبارتين للفرق يلي رح يكونوا بالمرحلة الثامنة من دوري ألفا. مهدي خليل من دون أي مخاطرة بده يشتت الكرة، بده يبعد الكرة، كريستيان لوكا بيتقدم، كريستيان بيشتت بيلعب الكرة أمامية. عودة خليل خميس لتشكيلة فريق العهد من بعد ما كان تعرض لإصابة وغيب، حلو كتير من المنظر بس ما رح تكمل معه للمنظر. فريق النجمة امبارح قدر يخطف ثلاث نقاط غاليين كتير كتير بصراعه على اللقب، صحيح الأداء ما كان مقنع بس بالنهاية النتيجة ونقاط المباراة، والواحد بده يفكر بالمباراة الثانية. خالد تكجي لأبو عتيق اللاعب الفلسطيني، أبو عتيق بيخسر الكرة، أبو عتيق وتدخل باللحظات الأخيرة مع خطأ لصالح كريستيان لوكا، الحكم بيقول ربع ساعة على بداية المباراة شربل بعد ما في خطورة إذا بدنا نقول حقيقية على المرميين، في محاولات من الإخاء، محاولات كمان من العهد، بس الخطورة بعدها منا موجودة. هيك الخطورة ممكن تحضر بأي لحظة بوجود العدد الكبير من المهاجمين المميزين بصفوف الفريقين. واحد منهم عم نشوفه على الشاشة خالد تكجي يلي بحوار مع الحكم حسين أبو يحيى بالوقت يلي محمد حيدر بحاول يلعب الكرة باتجاه المنطقة، مقطوعة من محمد أبو عتيق، أبو عتيق بينقلها لعند مين؟ لعند محمد عطوي، أيضا خط وسط خليق خليني أقول بصفوف فريق الإخاء الأهلي عليه، بيقدر يخلق الفرص الكتيرة لثلاثي خط المقدمة. هيدا كارلوس ألبرتو من لمسة واحدة لمواطن وإيغور، تروح لعند ربيع عطايا، محمد عطوي هو يلي قطع الكرة الأخيرة، رح تروح لرمي التماس لمصلحة فريق العهد، حسين زين بدو لعند العطايا بيحاول يمر بيه، ما في أي خطأ، الأمور واضحة، تدخل محمد عطوي كان نظيف، راحت الكرة عند إيغور بترجع لعند العطوي بوسط الملعب الرقم 20 بعيدا للخلف لعند إبراهيم خير الدين، أيضا تبادل للكرات جميل، كرات قصيرة رغم تضييق المساحات يلي عم يجبر هون لاعبي الإخاء يلعبوا الكرات الأمامية الطويلة، يعني بطريقة جميلة خليني أقول وبطريقة ذكية أيضا عم بيخلي لاعبي الوسط المطلوب بالوقت يلتبادل بالوقت العطائي يدخل برأسه، أيضا أحمد حجازي وهو في خطأ لمصلحة أحمد حجازي. نعم نحكي عن أحمد حجازي أنه عاد يقدم المستوى المباراة الإخاء والرسينج، سجل هدف وأهدى كارلوس ألبرتو هدف، المباراة اللي فاز فيها كارلوس ألبرتو أيضا أهدي هدف لأحمد حجازي. كان تبادل هدايا بين ثنائي خط وسط الفريق الجبلي، ما تنسوا ام تي في سبورتس على فيسبوك، ام تي في لاب سبورتس على تويتر وانستغرام، مشاهدينا بتقدروا تتابعوا كل شيء بيختص بكره القدم اللبنانيه وتتعرفوا على ابرز المواعيد الرياضيه عبر شاشة.
مباشرة لوين؟ مباشرة هادي خليل هيثم فعور القائد العهد أصر إن هو يستلم الكرة بطريقة ذكية وبطريقة نظيفة عم يطلع أيضا خليل خميس خليل كثيرته رح تروح لعند مين؟ الدكجي عم يستلم بواجع مع محمد حيدر بلمسة مقطوعة بالوسط يعني اليوم الأمر واضح شوفوا مشاركة حيدر وربيع عطايا بالحالة الدفاعية هادي عطايا هو اللي من جديد لعند حيدر يلي عم ينجح يمر منه لعند احمد زريق الكرة العرضية مطلوبة الكرة العرضية مطلوبة ومطلوب كان اكثر من هيك لا تقدر تهز شباكه لشاكر وهبي يا اكرم مغربي لكن شاكر وهبي بانجاز ثاني بمباراة اليوم ممتاز جدا حارس مرمى الايخاء بالوقت يلي ايجور عاد ليتنقل بين وسط الملعب وجهها اليمنى كرة لعند مين لعند بيرتو كارلوس بيسدد قدمه اليسرى لكن كرته عم علي حديد علي حديد بمركز ظهير الايسر اليوم ابو عتيق بمنتصف ملعب لمين هاي لمين هاي يا مغربي مش لحدا ابدا ترجع لعند شاكر وهبي شاكر لا يسال عن الهدف ابدا حارس مرمى فريق الاخاء الاهلي علي حسين زين كان منفرد تماما وكان لحاله بمواجهة المرمى حسين زين كمان مرة إيغور حاليا مع الكرة الحكم بيقول في خطأ حسين أبو يحيى رح نرجع نشوف الهدف نحن وياكم اكيد هدف فريق العهد طقس بس لخبركم ما عم بيساعد حدا ابدا الهواء قوي كتير هون ونحن ما تنسوا بعاد عن البحر يمكن امطار قليله فلسبب تقني يلي هو السبب من وراء الطقس ورداء الطقس هلا بعد لحظات رح نشوف هدف العهد يلي سجله حسين زين بعد تمريرة سوبر رائعة كانت من ربيع عطايا وفرصة جديدة لفريق العهد يلي ما عم بيكتفي بالهدف زريق 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 بيلعب الكرة وشاكر وهبي شاكر وهبي عم يبعدها هاي للمرة الثالثة عم يتدخل شاكر وهبي هيدا الهدف يلي عم نحكي عنه ربيع عطايا شوفوا حسين زين شوفوا وينه عم يركض عم يركض عم يركض طلب الكرة حسين زين ورائعة رائع شو زكي هاللاعب وشو زكي ربيع بهالتمريره وحسين زين ما رح يغلط من مركز الظهير الايمن لمركز الجناح الايمن وللتسديد ولافتتاح التسجيل 1-0 لفريق العهد كمان مره من غير زاويه الهدف 1-0 العهد عم يتقدم على الاخاء الاهلي علي وركله ركنيه جديده لفريق العهد بس بهالوقت اللعب متوقف بانتظار ربيع عطايا ليقوم لمتابعة المباراة بس ربيع بهالوقت بده يظهر أكيد خارج الملعب ومن بعدها بياخد إذن من الحكم ليدخل حكم المباراة حسين أبو يحيى بعين محمد رميل وتيسير بدر ربيع عطايا يلي كان صاحب الأسيست على تويتر على إنستا على فيسبوك بتابعوا ام تي في وفيكم تشوفوا اكيد المباريات يلي عم ننقلكم اياها بمعدل 3 مباريات اسبوعيا عم تكون لايف واليوم كنا بنقل عبر شاشه 1 لمباراه البقاع والانصار يلي انتهت بفوز الانصار بنتيجه 4-1 محمد حيدر وخيو سلطان مع فريق الراسنج اللي سجل هدف الراسنج اليوم بمواجهه السلام صغرتها بالمباراه يلي انتهت بالتعادل الايجابي محمد حيدر على التنفيذ رح يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء بيبعدها أبو عتيق بترجع عند أبو حيدر كنترول ممتاز محمد حيدر معه حسين زين بفضل يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء فيها فريق الإخاء عم بيحافظ قد ما فيه على الهدف يلي دخل مرمي بشكل إنه ما يدخل هدف تاني لأنه بدها تصير المهمة قدام مين قدام فريق العهد يعني مهمة كتير 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 صعبة زريق 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 بيتقدم بمرر لحيدر تنقطع الكرة يعني الأمور كلها شربل
على امل انه ما ينزل الشتي على ارض الملعب لانه ما راح يساعد ابدا الفريقين. وفي بطاقه صفراء بهالوقت واكيد ما حيساعدنا. بدنا نكون يعني طبعا باستوديو التحليلي مع كابتن جمال حاج عندنا كثير نحكي عن الشوط الاول من المباراه، العديد من الامور يلي لفتت نظري بالوقت يلي خليل خميس هون امام اعين وامام نظر حسين ابو يحيى كان عم يرتكب الخطا على احمد حجازي وعم يتلقى الانذار الثاني له في دوري الفا. خليل خميس يلي كان غاب عن مباريات فريق العهد من المرحلة الثالثة، المباراة اللي فاز فيها العهد بالنبيشيت أمام الدفاع 1-0 بهدفه لمارتن توشاف كان تعرض لإصابة قوية بكتفه خليل خميس وغاب من بعده وعم يسجل عودته اليوم بالوقت المناسب بظل عدم جهوزية نور منصور بنسبة 100% بعد غيابه بداع الإصابة وأيضا الشد يلي أصاب أحمد الصالح بالوقت يلي حاليا الكرة من عطايا لعند حسين منذر التكج عم يروح به الكرة عم يحاول يهرب من الرقابة الدفاع عم يقدر يحافظ على كرته خالد بيحميها أمام العطايا عم يسقط خالد التكج ورمي التماس رح تكون لمصلحته عم بيطالب بخطأ خالد التكج لعب نجمي والأنصار السابق بمحطة الثالثة لإله بدوري ألفا هالمرة بألوان الفريق الجبلي هون ربيع عطايا كيف قطع الكرة يعني عطايا وزريق وحيدر يلي شفناه أمام طرابلس هن غيرهم يلي عم نشوف بمباراة اليوم، شوفوا ربيع عطايا كان عم يعمل تاكل عم يوقف خالد تكجي عم يشارك بالحالة الدفاعية عم يزيد دايما ليساعد الظهير الأيمن حسين زين كرة حاليا لعند حجازي بحاول يحط عند خالد أيضا خليل خميس على مساره خليل ممتاز جدا خليل خميس ممتاز جدا عم يقدر يتعامل بالشكل المناسب مع كل الكرات هو الكرة لعند أحمد عطوي قائد الإخاء لعند إيغور إيغور بحافظ على كرته بمر بشكل ممتاز إيغور بده يلعب الكرة على العرضية بفضل يلعب لعند تكجي ممكن يسدد خالد داخل المنطقة طالت الكرة عند خالد تكجي بالوقت يلي الكرة الطويلة عم يخرج لها مهدي خليل أمام أحمد حجازي وعلي حديد عم يقطعها دربة كان داخل منطقة جزاء العهد بالوقت يلي كارلوس ألبرتو أيضا عم يخسر الكرة الزيادة العددية الدفاعية عم ترفع العهد بالوقت وحسين زين عم يحاول يخرج من الضغوط يعني طبعا الهدف يلي سجله حسين زين غير المباراة حرك المباراة بشكل أكبر تحديدا بالنسبة للإخاء الأهلي علي وهو اللي عم يهاجم حاليا مع إيغور كرته لعند خالد خالد بيعود بالكرة للخلف فتحت رقابة ربيع عطايا دائما الموجة الثنائية بين هاللاعبين المهاريين إيغور عم يستلم إيغور بيحاول يمر بيلعب لعند مين لعند خالد مرة جديدة على الجهة اليسرى ممنوع المرونة على حسين زين يا خالد مش بس هداف إنما مدافع صعب حسين زين وربيع عطايا بمواجهة جديدة مع خالد تكاجي الركل الحرة كل مصلحة خالد هالمرة بالإعادة مرة جديدة يعني يمكن أكثر لاعبين يتهموا إنه ما بيدافعوا عم نشوفهم بمواجهة دفاعية كل واحد بوجه الآخر عندما تكون معه الكرة اللقطة الأخيرة هي أكبر دليل على حكي الأخطاء خمسة أخاء ثلاثة عهد وخالد تكجي خلف تنفيذ هالخطأ الركلة على الحرة أربع لاعبين لبل خمس لاعبين من الإخاء الأهلي علي بمواجهة خمس لاعبين من العهد داخل منطقة الجزاء خالد هل راح يلعب الكرة مباشرة باتجاه مرمى مهدي خليل أو على رأس أحد زملائه خالد بيلعب الكرة عرضية خطيرة باتجاه كريستيان لوكا لو أصابها كان في خطورة المدافع الهداف الوقت يلي حيدر بيخرج سريعا بهالكرة راح يلعب الطويلة فعلا الطويلة باتجاه العطايا هون تدخل إيغور ما معقول شو هاللاعب كأن أكثر من لاعب يشبهه على أرض الملعب وين ما كان بكل المراكز بالوقت يلي عطايا عم ينتقل إلى الهجوم وإلى داخل منطقة الجزاء عم يسقط بمواجهته لكريستيان لوكا إلى خارج أرض الملعب الكرة ورا بعطايا بالإعادة مرة جديدة هون سقوط ربيع عطايا صفرة جديدة واللاعب عم يتوقف كرة لمصلحة الإخاء رح يكون مع أحمد عطوي عند كارلوس ألبرتو يعني طبعا عبد الوهاب أبو الهيل خبي ورقتين كثير مهمين على مقعد البدلاء للشوط الثاني برأيي إلا هم كريم درويش وحبيب شويخ عنده اليوم الخيارات على مقعد البدلاء بعكس مباريات سابقه عبد الوهاب ابو الهيل بوقت يلي علي حديد عم يبعد الكره بتروح لوين لعند ابو عتيق بترجع للخلف لعند كريستيان لوكا بتقدم بهالكره لوكا
الكرة الأمامية كارلوس ألبرتو بطريقة ذكية بحولها لعند نادر مروش. العرضية مطلوبة من المروش إنما عم بيعود وعم يلعب العرضية بتخطب من اليسرى وليكن فعور هو يلي عم يبعدها. العهد مرة جديدة بيحاول يتقدم. الإخاء حاليا هو يلي عم يستحوذ, هو يلي عم يحاول يضغط, هو عم يبحث عن هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. محمد عطوي هو يلي عم يتقدم بهالكرة, رح يجرب يسدد من مسافة بعيدة إنما الكرة سهلة عند مهدي خليل. يعني هيك نوع من الكرات فارس ما بفتكر بهزوا مهدي خليل أو بأثروا على مهدي خليل. الأمور واضحة, حارس مرمى منتخب لبنان بسهولة تامة بيقدر يتعامل مع هيك نوع من الكرات. 33 دقيقة على بداية المباراة ويمكن يكون في تبديل اضطراري بصوت الفريق اللي خال أهلي عليه, لأنه عم نشوف اللاعبين عم بيأدوا عملية التحمية على كل المباراة رح تتابع. وفريق الإخاء تحسن أدائه كثير عن بداية المباراة, عم بيشكل إصابات من ضغط مش خطورة, بعد ما في خطورة في ضغط عم بيكون على منطقة جزاء فريق العهد, ماسك الكرة أكثر فريق الإخاء عم يوصل بسهولة, بس تكتل لاعبي فريق العهد عم يمنعون من هالشي. كارلوس ألبرتو بحضر الكرة, فرصة لفريق الإخاء مع خطأ, خطأ بمكان مناسب وخطأ لكريستيان لوكا يلي رح يتوجه لينفذ الكرة مبدئيا, وهو بينفذ الكرات الثابتة بصفوف فريق الإخاء الأهلي عليه. الاعتراض ما بينفع يا هيثم, رجع ظبط السد الدفاعي وانطور شو رح يصير. خطأ من حسين منذر, واضح الخطأ. هون عم نشوف الكرة اللي كان عم يبعدها حسين دقيق, والخطورة موجودة, خطورة موجودة بهالكرة. هل رح يتمكن فريق الإخاء من تعديل النتيجة؟ يعني هيدي الكرة اللي بيتمنيها كل لاعب فوتبول, كل لاعب فوتبول بينطر انه ياخذ ركلة حرة بهالمكان بمواجهة مرمى وعلى مقربة جدا من منطقة الجزاء. عم نشوف اللاعبين الاحتياط للاعبين فريق العهد اللي قدموا سمير عياس والمنصور يلي عم يرجع اليوم بعد غيابه كمان بسبب الإصابة. كريستيان لوكا, خالد تكجي, اللاعبين على التنفيذ. هل كريستيان لوكا رح ينفذ مثل العادة الكرة ونشوف هدف التعادل, أو رح يقدر فريق العهد يخلص من هالفرصة الخطرة كتير لفريق الإخاء؟ من تابع نحن وياك كريستيان لوكا رح يتقدم. حسين أبو يحيى عم يطلب من اللاعبين إنه يرتدوا. شو عملت يا كريستيان؟ سدد الكرة بالسد الدفاعي, وأحمد عطوي سدد الكرة عالية. يعني كريستيان لوكا فضل إنه يسدد الكرة أرضية اصطدمت بالسد الدفاعي والخطورة راحت عن مرمى فريق العهد. فريق العهد مع الهدف يلي سجله اليوم بيكون عم يرفع رصيده ل 15 هدف ليكون صاحب افضل خط هجوم بدوري الفا لهالموسم, ولهلا هو صاحب افضل خط دفاع مع هدفين دخلوا مرمى وثلاث اهداف دخلوا مرمى فريق النجمي. كارلوس ألبرتو بحط الكره خارج الملعب, هيثم فعور على الارض تعرض للاصابه. هيثم فعور على أمل أنه تكون الإصابة خفيفة ويرجع يقوم هيثم لمتابعة المباراة. هذا الشيء اللي بصير, بيرجع يقوم هيثم من دون ما يتأثر أبدا بهالإصابة. الخطأ موجود والاحتكاك يلي صار مع أحمد حجازي. هيثم بيمشي حاله لمتابعة المباراة. قدمنا نادر مروش لاعب فريق الإخاء الأهلي علي, والأمور برجع بقلكم من ناحية المناخ على أمل أنه ما تسوق أكثر من هيك كما نشوف الأمور عم تصعب كتير على الفريقين. يعني هيثم فعور في شوية دم, هيدا أمر واضح بعد الاحتكاك اللي صار, وهي الضربة هون اللي صارت. الأمور رح يمشي حالها ورح يرجع ويتابع المباراة هيثم من دون ما يتأثر أبدا. جمهور فريق العهد عبر شاشة الام تي في, جمهور العهد مباشرة على الهواء. محمد حيدر عم بياخد تعليمات باسم مرمر, باسم مرمر مدير فني يلي أكيد بيقرأ المباراة غير اللاعبين, هو قاعد برا هو بيشوف كل شيء. المدير الفني اللاعب على أرض الملعب رح ياخد التعليمات
هلا وبعد حوالي 9 دقائق 10 دقائق بيكونوا صاروا اللاعبين بغرف الملابس، كمان راح يكون عندهم تعليمات جديده. هون عم تشوف اكرم مغربي والكره اللي بعدها شاكر وهبي هالتسديده القويه. الامور هلا بعد ما انتهيت الحكم كل هالوقت يلي عم بضيع راح يزيده مع نهايه الشوط الاول. مهدي خليل وحسين دقيق، هون عم نشوف هيثم فعور والاحتكاك يلي صار مع احمد حجازي، رح يخرج هيثم فعور من الملعب هلا لتلقي العلاج النهائي اذا بدكم ويرجع يدخل. ما في شيء بيدعي ابدا للخطوره. اصابه خفيفه اصابه طفيفه لمتابعه المباراه. بهالوقت مباراه متوقفه، بذكر انه فريق السليم كمان مره عم بيروح وعم ينجر للتعادل على ملعبه هالمره بمواجهه فريق الرسي بنتيجه 1-1. الساحل بعشر لاعبين بعد طرد علي الاتات عم بيعدل النتيجه قبل نهايه الوقت القصي باربع دقائق مع فريق الصفا لتنتهي المباراه 1-1. والانصار عم يرجع من بلده النبي شيت بانتصار كبير على فريق البقاع بنتيجه 4-1. هيدي كرة قدم اللي عم نقول وحلاوتها وحماسة دوري ألفا. النجمة الأسبوع الماضي كان محظوظ إنه رجع من البقاع بنقطة من مباراته مع فريق البقاع، اليوم الأنصار عم بيفوز بسهولة تامة بنتيجة 4-1. هيدا اللي عم نقوله، ما حدا فيه يتكهن أبدا ويعرف مين معقول يربح ومين معقول يخسر بدوري ألفا نظرا للمستوى المتقارب بين الفرق كلها. أحمد زريق عم بمرر هالكرة لحيدر، ترجع لأحمد زريق، أحمد زريق جرب يروح وفي خطأ، خطأ جديد عم بيكون لصالح فريق العهد. حسين أبو يحيى شربل، أنا كنت عم بحكي مع الحكم الدولي السابق طلعت نجم، بشبهه بالحكم الجليدي قد منه بارد، والبرودة يلي عنده إياها بتعطي كمان برودة ببعض المحلات يلي الحكم لازم يكون رايق كثير، ما يكون معصب ابدا، ما يكون اذا اللاعب معصب والحكم معصب هونيك رح توقع المشكله الكبيره. البروده لكن منا حاضره بمواجهات لاعبي الفريقين على ارض الملعب وخصوصا بالتدخلات الاسيه اللي عم نشوفها. اخرها كان تدخل احمد عطوي على احمد زريق بالوقت اللي محمد حيدر حاليا مواجهه المروش. حيدر بحاول يعكس الكره العرضيه رح تروح الى كورنر، ركبه ركنيه الى يمين ولا شكر وهبي، عاد العهد ليضغط قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، أقله نشوف 3 دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع بعد توقف المباراة. ساحب بالمجال أمام معالجة قائد العهد هيثم فعور اللي عاد ودخل إلى أرض الملعب للمشاركة باللقاء مع حيدر. بيلعب هالكرة الخلف لحسين دقيق وبيلعب الكرة العرضية، الكرة العرضية ورأسية غير المحظوظ بالفترة الأخيرة، سيء الحظ، الكرة والشباك عم تبقى عصية على لاعب اسمه أحمد زريق. ما معقول أحمد زريق للمباراة الثالثة على التوالي، الحظ عم بيعانده، عم يعمل كل شيء، عم بيكون بأقرب مسافة ممكنة للمرمى إنما ما بيقدر يسجل أحمد زريق. شوفوا مرة جديدة شاكر ويبي أيضا بإنجاز آخر بالمباراة، أقله 3 كرات خطرة أبعدها حارس مرمى الإخاء الأهلي عليه. كورنر جديد للعهد إلى يساره لشاكر ويبي، محمد حيدر دائما على التنفيذ، مرتاح العهد، عارف شو عم يعمل على ارض الملعب. الكره القصيره والكره يلي عكسها حسين دقيق فعلا كانت خطيره جدا لان احمد زريق دخل الى المنطقه بشكل مفاجئ وحولها براسه بالوقت يلي هون شاكر وهبي عم توصل الكره بسهوله تامه. بالاعاده مره جديده دقيق كرته لزريق، ما معقول ما معقول باي طريقه ضاعت الفرصه على احمد زريق بالوقت يلي حاليا الاخاء مهاجم واحمد حجازي عم يرتكب الخطا. المباراه امام الانصار اضاع فرصتين كثير سهلين احمد زريق. المباراه طبعا امام طرابلس تكرر الامر معه ايضا، اقله بكره راسيه بالشوط الاول بتذكر كثير منيح على مسافه قريبه من المرمى، واليوم الكره الراسيه بعجيبه انقذها شاكر وهبي وحرم العهد من اضافه هدف ثاني بهالمباراه. ركلة حرة عند مهدي خليل، إذن 3 دقائق متبقية على انتصاف اللقاء الجميل جدا المثير السريع بالريتم بين العهد والإخاء الأهلي عليه. هيك بنحب نشوف المباريات، هيك بنحب نشوف
بدوري الفا. صحيح يمكن الاهداف ما تكون كثيره، لكن ريتم المباراه السريع، التدخلات، المواجهات الثنائيه بين اللاعبين، المهارات الفنيه، اللقطات الجميله، انجازات حراس المرمى هي المطلوب دائما بمشهد المستطيل الاخضر. بالوقت اللي الزراعي بينقل الكره للامام لعلي حديد، انما صعب وبعيده عن علي حديد، واحده من مشاركاته القليله لعلي حديد. زين كان هو الاكثر فعاليه بين الظاهرين بالتقدم وتلقي كره الربيع عطايا وتسجيله الهدف الاول بالمباراه. كل يلي بلشوا يتابعونا بهاللحظات، حسين زين صاحب الهدف الوحيد والعهد متقدم 1-0 على الاخاء. تحيه متجدده من ملعب صيد البلد لاستكمال المرحله السابعه من دوري الفا، ودائما مباشره وحصريا عبر ام تي في. ابراهيم خير الدين لايجور، الكره الى خارج ارض الملعب، ربي التماس رح تكون لمصلحه فريق العهد. العهد بده يمرق الوقت، بده يمرق الثواني، يمرق الدقائق المتبقي من الشوط الاول ويخرج وهو متقدم بنتيجه 1-0. منيحه لقله للعهد. المقابل قال الاهلي عليه سعيه كبير لادراك التعادل، تدخل الى غرف الملابس وانت متعادل غير وانت متاخر، كل الحسابات تتغير. هون كره مقطوعه بوسط الملعب، ابو عتيق عم يخسرها مره جديده، حسين منذر عم يعمل شغل كثير كبير بمباراه اليوم. بالوقت اللي عطايا عم يغير اتجاه اللعب لعند مين؟ لعند احمد زرق بمواجهه المروج. محمد حيدر موجود، الوان تو ايضا حاضر بين اللاعبين. احمد عطوي، احمد عطوي عم يطلع دائما من مركزه ليغطي المساحه، لكن احمد زرق هون عم يعمل مجهود دفاعي، عم يقطع الكره من دون اي خطا بطريقه نظيفه. بتروح لعند مين؟ بتروح لعند حيدر. محمد حيدر للخلف مره جديده، هيثم فعور، فعور الكرة الأمامية مقطوعة من عطوي أمامه لحسين دقيق. أيضا شوف دقيق هون على نادر مروش، نادر على ما يبدو تعرض لإصابة. صعب المباراة بصراحة على نادر، عنده مساحة كثير كبيرة يغطيها. ومواجهة مين؟ مواجهة دقيق إزدراق وحيدر هالمثلث يلي عم يكونوا كثير قراب من بعضهم، عم يعملوا مشاكل كثير كبيرة. ممكن نشوف مع انطلاق الشوط الثاني عبد الوهاب أبو الهيل يشرك حبيب شويخ وينقل ايجور على الجهه، لانه ايجور عنده قدره دفاعيه اكبر. فارس بيقدر يواجه مهارات زريق وحيدر واكيد انطلاقات حسين دقيق بشكل افضل. يعني اذا النتيجه بقيت على حالها مع نهايه الشوط الاول، فريق العهد رح يتحسر كثير على الفرص يلي اضاعها، بينما فريق الاخاء رح يكون راضي بنتيجه 1-0. بيعرف كثير منيح انه لو النتيجه كانت اعلى والفرص اللي سنحت لفريق العهد وتالق شاكر وهبي بهالمباراه يلي حرم فريق العهد انه يدير هدف ثاني وهدف ثالث على الاقل بالشوط الاول. الامور لازم تتغير بالنسبه للاخاء للشوط الثاني. ثلاث دقائق وقت محتسب بدل عن ضائع رح يكونوا قدام الفريقين. محاولات العهد بعد ما وقفت، ما هدي فريق العهد ما شبع بعد ومتعطش لهدف تاني بهالمباراة ليقدر يحسم الشوط الأول بطريقة يكون مرتاح كتير فيها. محمد أبو عتيق برجع الكرة لعند أحمد عطوي. يعني فريق العهد عم بيلعب بتشكيلة لبنانية 100% لبنانية من دون أي لاعب أجنبي، وعم بتشوفوا الفرص اللي عم بيخلقها على مين قدام مين قدام فريق كبير مثل فريق الإخاء الأهلي عليه. وكلنا بنعرف فريق الإخاء منه سهل أبدا، ومن الصعب جدا إنه تقدر تواجهه ولو بأجانب ثلاثة. فكيف إذا عم تلعب اليوم مباراة بتشكيلة لبنانية؟ هذا اللي بنرجع بنقوله، الفريق يلي بده يربح بطولة أو بده ينافس على اللقب بده يكون عنده خزان من اللاعبين، لأنه دوري ألفا رح يكون دوري طويل كتير ومعرض كتير الفريق لأي نوع من الغيابات، لأي نوع من الإصابات. هيدا اللي عم نشوفه، أكتر الغيابات عم بتكون عند فريقي العهد والنجمة من وقت ما انطلق الموسم الحالي. محاولات فريق الإخاء قبل دقيقة ونص على نهاية الثلاث دقائق يلي احتسبهم الحكم حسين أبو يحيى، أبو الهيل عم يتشاور مع الجهاز الفني بالنسبة للفريق، شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نقدر نغير من ناحية الفريق لنقدر نجاري فريق العهد؟ أحمد حجازي بيقطع الكرة، أحمد حجازي ويرتكب الخطأ، أحمد حجازي يرتكب الخطأ المعار من فريق العهد. حاليا حسين منذر، حسين منذر بيرجع الكرة
لعند علي حديد، منه لخليل خميس، خليل خميس لمهدي خليل، مهدي كرة كان عم يبعدها بالوقت المناسب. خالد تكجي ترجع لعند محمد عطوي، منه لخالد تكجي، خالد خالد على مشارف حدود منطقة الجزاء لكارلوس ألبرتو، كارلوس ألبرتو شو رح يعمل كارلوس ألبرتو؟ بيتقدم لاعب البرازيلي وبيسدد، كرة بتصطدم بالحديد علي حديد يلي بيبعد الكرة، وما رح يتأخر الحكم ليعلن نهاية الشوط الأول من هالمباراة بعد في حوالي العشر ثواني لنهاية الدقيقة الثلاثة، ما رح يتأخر ليعلن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق العهد، وهذا الشيء اللي بصير. حسين أبو يحيى بيعلن نهاية الشوط الأول، العهد واحد الإخاء الأهلي عليه صفر، بالمباراة اللي عم تتابعوها مباشرة على الهواء من ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا بوابة الجنوب صيدا. وأهمية هالمباراة أنه فوز العهد بخليه يرجع يستعيد الصدارة يلي خسرها مبارح من فريق النجمة بعد فوز النجمة على التضامن صور بنتيجة 1-0. خليكم معنا، بريك أعلاني من بعد استوديو التحليلي مع الكابتن جمال الحاج، وبعد ربع ساعة تماما انطلاق الشوط الثاني من المباراة. عودي معكم مشاهدينا الى ملعب صيدا البلدي ما بين شوطي مباراة العهد والإخاء الأهلي علي. العهد نجح بالتقدم 1-0 بهدفه لحسين زين. الشوط اول جميل جدا، النديه كانت موجوده تحديدا بخط الوسط بالمواجهات الكثيره بين لاعبي الفريقين، لكن الافضليه للعهد، لكن الافضليه للعهد هالامر رح نتحدث فيه مع كابتن جمال حاج. كابتن جمال، الامر الواضح انه معركه خط الوسط قدر يكسبها فريق العهد بطريقه ذكيه من خلال مشاركه الرباعي الهجومي بالزياده العدديه بخط الوسط بمواجهه رباعي الإخاء الأهلي عليه يلي فجأة بطل منظم، يعني صار كل لاعب عم ياخذ الامور حسب ما هو شايف. العهد اذا بده يواجه الاخاء لازم يكون بالموعد اليوم، لعله يمكن الفريق العهد ولاعبينه حاسين بصعوبه الموقف اللي فيه، عم مثل بيقولوا حاسين بالسخن، فبالتالي اليوم نزلوا بعقليه وباداء في روح تعاونيه عاليه بين الجميع. عم نشوف ربيع عطايا عم يرجع يدافع، محمد حيدر عم يرجع يدافع، عم نشوف احمد زرع الفريق من الرباعي الهجومي عم يقوم واجبه الدفاعي قبل الهجوم بشكل كامل، عم نشوف انه محمد حيدر عم بينوع دوره، عم بيروح يكون قريب من ربيع عطايا اللي عودنا على طول يكون حد ربيع، لكنه هالمره لا، كمان عم بيروح عند احمد زرق، وهذا عطى تنوع للفريق. بدي ركز على هيدي النقطه، هي كثير مهمه، لانه احمد زرق كنا عم نشوفه على الجهه اليسرى، صحيح احمد حيدر عم يجي ليكون قريب منه، محمد حيدر عم يجي ليكون قريب منه، حسين دقيق عم بزيد، يعني هالمثلث صحيح. عم يقدر يخلق خيار كثير كبير ليقدر يوصلوا الكره لاكرم مغربي، وهالامر شفناه من خلال كرتين بالعرض لعبهم حسين دقيق صحيح. وقدر اكرم يصنع خطوره صحيح من صحيح قدروا عملوا شكل ثنائيات وثلاثيات كمان من جهه اليمنى، كمان مثل ما انت عم تقول من جهه اليمنى كان محمد حيدر ربيع عطايا وحسين الزان كمان قدروا يعملوا ثلاثيات، بالتالي كان اليوم فريق العهد لاعبين اسماء عاليه، لاعبين عندهم خبرتهم وقفتهم بالملعب جامده، اليوم كانوا بهالروحيه وبهالعقليه قدروا يفرضوا حالهم بصراعات ثنائيه، نجحوا بالواجبات الدفاعيه والهجوميه قدروا يعملوا، وكان ممكن يزيدوا الغله، يعني شاكر وهبي تالق بعده كرات اليوم كان صحيح. ممكن فريق العهد يحسب له الامر ولعله اليوم نحن شفنا ايجور على الجهه اليسرى يمكن ليمنع شيء من جزء منه، ليمنع عارف انه فريق العهد عم يعتمد على حسين الزان وربيع عطايا كثير من الجهه اليمنى، بس ما في توازن هون بين الجهه اليسرى والجهه اليمنى عند الاخاء، يعني نادر مروش غير ايجور صحيح. وهون الامر يلي عم لاحظ ربيع عطايا بكثير من الحالات شو بيعمل، بيغير اتجاه اللعب لناحيه احمد زرق، هون تغيير اللعب عند احمد زرق وروحه محمد حيدر حده قدروا استفادوا من هالنقطه الضعف او النقطه الاقل قوه من ناحيه الاخاء يعملوا منها الخطوره الاكبر، عم يقروها بشكل صحيح، بالتالي صار في تنوع، صار في ارجحيه، وبلحظه معينه نقلوا الكره عند محمد حيدر هو وحسين الزان قدروا يعملوا كره ويسجلوا منها، يعني مطرح التقل عم يكون بالمساحه الخاليه، وهذا الامر يلي عم يقدروا يقروا لاعبي يعني العاد. خلينا نشوف الفرص كابتن وهدف المباراه رح يعطينا يوم بالتاكيد مخرجنا جورج خليل بهالاثناء، يعني الوحده من الكرات يعني دائما عم يلاقوا المساحه، هيدا هو الهدف بالبدايه، قدر يستلم ربيع عطايا بطريقه كثير ذكيه، نطر حسين زين ليتقدم، قدر يسدد وقدر يسجل، هون التعاون يلي كنت عم تحكي عنه صح صحيح، وهون في كثير مهاره وفي ذكاء من ربيع عطايا، انه هو عنده احساس بالزميل بالمكان، عنده احساس بالزمان وبالتوقيت، يعني هو لاحظ هول كسرات
كان ممكن يسدد منهم وبنفس الوقت عطى حاله الوقت ليوصل لحسين الزان ليمرر له. كان في احساس بالمكان وبالزمان وقدر يمرر لرفيقه، وهيدي هي العقليه التعاونيه كانت موجوده بشكل كثير. نقدر نحكي على الفرص اكثر، هيدي واحدة من الكرات الخطيره جدا، كره ثابته. شاكر وهبي كان على مسارة، انجاز كثير كبير كان لشاكر وهبي ايضا. هون عم نحكي هون تعاون بين احمد تعاون بين الزرق وحيدر، اكرم مغربي وشاكر وهبي ايضا انقذها. قرب لاعبي العهد من بعضهم، ودائما التركيز على جهه احمد زرق يلي ما شفناه اشتغل بشكل كبير بمباراة أمام طرابلس، لكن في تركيز على ثنائية حيدر عطايا. صحيح صحيح، هون أصبح الفريق صار عندما أنت بتجي تنويع عم تنوع، عندك الجهة اليسرى عم تشتغل والجهة اليمنى، هون بتضيع حتى الفريق المنافس. يعني مثل ما شفنا يمكن الأخ كان معتمد على أنه الفريق هيشتغل بس من ميلة ربيع عطايا وحسين الزين، لا لكنه فاجأوا أنه لا شغلوا الميلة الثانية، فصار في أرجحية، صار الفريق محتار وبده الفريق الخصم مين بده يراقب. هون سهلت المهمة عليهم للشباب للمهاجمين تبع الفريق العهد أنه يقدروا يعملوا فرص كتير وجمل تكتيكية عالية وفيها كتير من المهارة والانسجام بين بعض. مع هالمحاولة لكارلوس ألبرتو بدي انقل لأحكي عن الإخاء الأهلي علي من الناحية الهجومية، ما قدرنا نشوف الفريق يكون خلاق بخط الوسط، ما قدرنا نشوف الخطورة يلي بيصنع عادة خالد تكجي وأحمد عجاز. السبب هو تضييق المساحات من قبل لاعبي حسام مندر وحسين، دائما نعطيهم حقهم من الناحية الدفاعية 100%. هون في شغلة واحدة من ميزات فريق الأخاء ليفرض أسلوبه هي إيغور اللي هي 3-4-3 اللي بيصير هو لاعب بينطلق من الخلف ليعمل مهاجم وزيادة عددية بنص الملعب، وشفتوا انت بعض الأحيان عم بيضب على نص الملعب. اليوم القوة فريق العهد الهجومية خلت إيغور يلتهي كتير بالدفاع، فبالتالي ضعفتهم، صارت اللاعبين المهاجمين هن أمام أنظارهم للمدافعين، وبالتالي لاعب الوسط كان حسام منذر ولا حسين دي عم يتناوبوا على مراقبته، فبالتالي عطلوا هجوم الأخاء مهاجمين الأخاء. وكمان مثل ما حكينا بالبداية أنه الربع اللي قدام عم بيعطل بناء اللعب، فبالتالي عطلوا دور نص الملعب، فقدروا بشكل كبير يعطلوا فريق الأخاء يعني بفرض الأسلوب أو بناء اللعب لحتى توصل كرة سليمة للمهاجمين. أيضا ضمن هذا الإطار يعني عم نقول تضييق المساحات للعهد، ما قدر يخلي الإخاء ينطلق للأمام. أيضا إيغور يعني عم يكون محدود بالحالة الهجومية لسبب بسيط، ما أنه محمد عطوي محمد أبو عتيق ونادر مروش كل واحد عم بيدافع، مش عم يدافعوا كمجموعة، كل واحد عم يدافع لحاله عم منطقته عم يجبر إيغور يسقط محل لاعب منهم عندما عم يترك كل واحد منهم مركزه. صحيح، هذا هون هذا اللي عم نقوله، نحن فرض أسلوبه فريق العهد جبر إنه إيغور يلتهي كثير بالدفاع، ما قدر يكون عنده حرية لينطلق للهجوم. بالتالي بعض الأحيان أنت إذا في لاعب بشكل خطورة مش ضروري بعض الأحيان أنك تروح تراقبه، أمراض هاجم من ميلته لحتى تلهي بالدفاع. صحيح، وهذا اللي صار. ما هي من ناحية دفاعية أيضا لاعبيها الإخاء يمكن مشكلته كل واحد عم يلحق لاعبه، ما عم يدافعوا كمجموعة. صحيح، فاليوم إيغور التهى كتير بالوقت لأنه شاف أنه محمد حيدر وربيع عطايا وحسين الزان عم يشتغلوا كتير منيح، فكان كل شغله كان من ناحية الدفاعية، بالتالي قل دوره الهجومي. بعدت بالشوط الثاني حيصلح الموقف الكابتن عبد الوهاب، يمكن يحطه على الجهة اليمنى لحتى يكون على حبيبي شويخ على الجهة اليسرى ليقدر يعطي نفس هجومي بعض الشيء. وممكن نشوف كريم درويش أيضا على أرض الملعب كابتن. بشكرك كثير اكيد على كلامك القيم وتحليلك بالشوط للشوط الاول من هالمباراة بين العهد والاخاء الاهلي عليه 45 دقيقة. الامور بعد ما انتهت طبعا، اكيد ما انتهت الامر واضح يعني، والاخاء عنده كثير لقدمه. انا اكيد 45 دقيقه ثانيه امام الاخاء الاهلي عليه للعوده بهالمباراة، 45 دقيقه امام العهد للعوده الى الصداره. رح نشوف مين رح يقدر يحسم هاللقاء. رح ننتقل لفارس مره جديده ومنتابع ما تبقى من المباراة. تفضل فارس. شكرا شربي. الفريقين صاروا بارض الملعب، بس الحكيم لهلا بعد ما ظهروا الحكام ما زالوا موجودين مثل ما عم نشوفهم تحت المدرج وبانتظار انه ينزلوا، عم بغيروا تيابهم الحكام. عم نشوف حسين ابو يحيى بانتظار دخول طاقم الحكام لمتابعه المباراه بشوط الثاني ال 45 دقيقه يلي رح يكونوا حاسمين، رح يكونوا مهمين، رح يكونوا بغايه الاهميه لتحديد الفريق يلي رح ياخذ نقاط المباراه الثلاثه او رح ياخد كل واحد منه النقطة. هذا الشيء اللي رح نعرفه بعد 45 دقيقة من هلا. أكرم مغربي عم نشوفه قدامنا، هيثم فعور سلامات لهيثم يلي كان تعرض لإصابة خفيفة بالشوط الأول. والهيئة الفريقين من ناحية فريق العهد الأكيد أنه عم بيكمل من دون أي تغيير، بينما فريق الإخاء الواضح أنه في حبيب الشويخ. حبيب الشويخ رح ينزل لأرض الملعب كتبديل بصفوف فريق الإخاء الأهلي علي. هيدا يلي توقعني التبديل يكون على السريع، حبيب شويخ ينزل
ليعطي إضافة نوعية أكثر وأكثر للفريق. مع بداية الشوط الثاني فريق الإخاء بحاجة أنه يخلق الفرص أكثر على مرمى فريق العهد. العهد كان كل شيء بالشوط الأول من حيث الفرص يلي سنحت ومن حيث الهدف يلي قدر يتقدم فيه. نادر مروش خارج أرض الملعب، نادر كان تعرض لإصابة مع نهاية الشوط الأول، كنا عم نشوف عم يتعرض لإصابة. سلامات كمان لنادر مروش. والشوط الثاني يلي رح يبدأ بها اللحظات ومباشرة عبر شاشة الام تي في عم نتابع نحن وياكم وقائع استكمال المرحلة السابعة من دوري ألفا لكرة قدم، مباراة يلي عم تجمع بطل لبنان وحامل كأس لبنان مع فريق الإخاء الأهلي علي يلي أنهى الدوري الموسم الماضي بالمركز الخامس مع 33 نقطة مع 7 انتصارات 12 تعادل و3 خسائر بس. إذا كان فريق الإخاء الموسم الماضي هو فريق التعادلات، لهلأ الموسم الحالي فريق السلام صغرتا هو فريق التعادلات، 5 تعادلات ب7 مباريات مقابل انتصار وخسارة وفي ركلة مرمى. ما في خطأ في ركلة مرمى رح تكون لصالح فريق الإخاء يلي رح يجرب يغير الاستراتيجي كلها يلي كان عم يتبعها بالشوط الأول بمحاولة نرجع منقول لا يعمل شيء. هون واضحة الأمور، ما كان في خطأ. محمد حيدر جرب يمرقها على حسين أبو يحيى بس ما مرقت على حسين أبو يحيى هالكرة وكان عم يحتسب ركلة مرمى. أوت رامي التميس بهالوقت لفريق الإخاء مع إيغور، إيغور يلي بيترك الكرة وتنفيذها لأحمد عطوي. أحمد عطوي لاعب بيتمتع بالرميات التماس الطويلة وبالكرات الرأسية العالية يلي بيجيدهم بطريقة ممتازة. مباراة عم تتابع تحت الأضواء الكاشفة مباشرة من صيدا. كارلوس ألبرتو بيحمل كرة لإيغور، إيغور يلي عم بغير جهة بالشوط الثاني ودخول حبيب شويخ رح يعطي دفع إضافي للفريق. فريق العهد من دون أي تبديل من دون أي تغيير بعده عم بيعتمد على التشكيل اللبنانية البحتة مثل ما بيقولوا كلهم. أحمد زريق اليوم عنده فرصة كان كتير خطرة ما قدر يترجمها لهدف. ليش؟ لأنه كان في شاكر وهبي متألق بشوط الأول حرم فريق العهد من أكثر من هدف، وإلا كانت مباراة انحسمت نتيجتها من الشوط الأول لولا بروز اليوم شاكر وهبي بالدفاع عن مرمي وخلى فريق الإخاء لهلأ بأجواء المباراة. هذا اللي عم نحكي عن أحمد عطوي من حيث تنفيذ رمية تميس، بيلعب الكرات طويلة ساقطة داخل منطقة الجزاء. كارلوس ألبرتو بيلعب الكرة لعند إيغور على الجهة اليمنى، معه علي حديد وهيثم فعور. هيثم فعور بيقطع الكرة، الهوى هالمرة رح يكون لصالح فريق الإخاء من بعد ما كان بالشوط الأول لصالح فريق العهد. حلو كتير يعني، يعطيهم ألف عافية أكيد المصورين والتقنيين وفريق عمل الام تي في على النقل المباشر يلي عم بيكون من مختلف الملاعب اللبنانية والطقس. بنرجع بنقول على أمل إنه شربل يقطعوا 45 دقيقة قبل ما نشوف العواصف يلي صيدا بانتظارها بين لحظة ولحظة. يعني شخصيا بتمنى اشوف عاصفة اهداف بالشوط الثاني من اللقاء. هدف واحد فقط فصل بين الفريقين بالشوط الاول اللي تسجلوا حسين زين. العهد متقدم دائما بنتيجة 1-0. مشاهدينا حاليا الكرة على الجهة اليسرى، ابراهيم خير الدين منه لعند محمد ابو عتيق، الكرة عم تنتقل لعند خالد تكشي من لمسة واحدة جميلة لمحمد عطوي. الإخاء عم يهاجم إيغور يلي انتقل على الجهة اليمنى، مثل ما توقعنا بالحديث مع كابتن جمال انه إيغور يكون موجود على الجهة اليمنى بالشوط الثاني وحبيب الشويخ على الجهة اليسرى. الدخول للاعب اذا عنده نزعة هجومية اكبر، بيقدر يخلق حلول اكثر للاخاء بالوقت يلي كارلوس البرتو عم يسلم الكره بيلعبها عرضيه. حلو كثير كانت من كارلوس البرتو باتجاه احمد حجازي. حسين زين ابعد الكره الى رمي التماس قبل ما تروح الى ركنيه بالاعاده. شوفوا لمسه التكجه، حلو كثير يا تاكو، كرته لعند كارلوس البرتو وهون خليل خميس بالوقت المناسب وبالمكان المناسب فعلا قطع الكره براسه قبل ما توصل للرقم 17 احمد حجازي. ابو عتيق حاليا الاخاء عاد ليستحوذ بوسط الملعب، مجهود مضاعف اكيد بده يوضعه على الاخاء الاهلي عليه بالوقت يلي حبيب شويخ مهاري جدا راقبه منيح اللاعب بالرقم 21 بينقل الكره لعند ابو عتيق منه لعند محمد عطوي. محمد عطوي عم يبحث عن التسديده بقرر يلعب التمريره لكن سهله جدا
عند الفاور، جرب حظك شوت مش غلط يا محمد عطوي، قرر يلعب التمريرة لكن طبعا قطعها هيثم فعور. هيدا هو خالد تكنجي ايضا تمريره لكارلوس البرتو، كارلوس البرتو وايضا التسديده موجوده، التسديده موجوده وخطوره الاخاء الهلي عليه حاضره. مهدي خليل بده يحافظ مباراه جديده على نظافه شباكه، فقط الراسنج قدر يهز شباكه لمهدي خليل بالمرحله الثانيه عندما تعادل الفريقين بنتيجه 2-2. ومن وقتها مهدي خليل بقيت شباكه نظيفة، خمسة من مباريات الستة ما تلقى فيهم أي هدف لحد هالوقت بدوري ألفا. خليل خميس كل السلامات له، المدافع المميز يلي بحط دائما كل شيء عنده على أرض الملعب، بغيب بيعود أقوى دائما خليل خميس، واليوم عم يقدم أداء جيد بالمباراة. الدقيقة 50 تماما، رمي التماس للإخاء الأهلي علي، كارلوس ألبرتو تحت رقابة علي حديد بمواكبة هيثم فعور. هيدا مهدي خليل يلي كنا عم نتحدث عنه بالوقت يلي أحمد عطوي بيلعب الكرة إلى داخل المنطقة، يبقى مع الإخاء أحمد حجازي رح يلحق فيها بالسباق مع حسين زين اللي أقدم بفدائية كثير كبيرة، بيلعب الكرة إلى رمي التماس. فعلا شو هاللاعب الرائع حسين زين، رجل مباراة خليني أقول لحد الوقت، مش بس بهدفه أيضا بأدائه الدفاعي الكبير يلي عم يقدمه. وجائزة ألفا بلاير أوف ذا ويك لأفضل لاعب محلي راح نشوف أكيد عبر برنامج جولدن بول يوم الاثنين مين راح يحصل عليها بالأسبوع السابع. مع أحمد عطوي رمي التماس مرة جديدة إلى داخل المنطقة، مقطوعة من زين، ربيع عطايا عم ينطلق اليوم بافضل مبارياته مع العهد. ربيع عطايا، محمد حيدر راح ليزيد، لكن عطايا شو التمرير الحلو لاحمد زريق، سرقت احمد زريق، لكن اسرع كان شاكر وهبي. شاكر وهبي كان عم يلعب دور الليبرو ويخرج لقطع هالكره بالوقت يلي المنذر بيحاول يمر، عم يسقط ما في اي خطا. حسين ابو يحيى قريب من الحاله، فرصه جديده للاخاء للارتداد للهجوم من ايجور لعند حبيب الشويخ، حبيب عم يتقدم يترك الكره لمين لعند التكجي، تغيير اتجاه اللاعب كارلوس البرتو، الكنترول والتمريره لعند العطوي يلي بيلعب ايضا التمريره اماميه باتجاه لاحمد حجازي. ومن جديد خليل خميس وهيثم فعور، فعلا فارس عم يقطعوا الهواء والماي عن كل مهاجمي الاخاء الاهلي عليه، الامر واضح. يعني بعد مرور 7 دقائق على انطلاق الشوط الثاني السيطره واضحه المدنيه لفريق الاخاء الاهلي عليه. سؤال، هل هي فوره بدايه الشوط الثاني او فريق الاخاء رح يتابع بهالطريقة ضغط على مرمى فريق العهد على أمل أنه يقدر يسجل هدف التعادل، هيك اللي بيأملوا أكيد جمهور فريق الإخاء، بينما جمهور فريق العهد بيعرف أنه بأي لحظة فريق العهد بيرجع بيقدر ياخد ويستلم زمام الأمور ويقدر ينفرد أي لاعب من عنده بعد الكرات الطويلة مع ربيع عطايا، مع أحمد سريع، مع حسين دقيق، مع محمد حيدر، في أكثر من لاعب بيقدر. وهو في إنذار، في بطاقة صفرة عم بتكون بهالوقت بعد الخطأ على كارلوس ألبرتو، أكرم مغربي يلي هون عم بيتعرض للإنذار، أكرم مغربي هيدا الإنذار الأول لإله بدوري ألفا. الخطأ كان من الخلف والبطاقة الصفراء كانت من حسين أبو يحيى، البطاقة الصفراء الثانية بعد خليل خميس لفريق العهد. حبيب الشويخ بمرر كرة حلوة كتير، فرصة لفريق الإخاء يلي عم يعتمد على الكرات الأرضية خطرة كتير. جول أحمد حجازي بيولع المباراة من كرة رأسية، لاعب قصير بس مفعوله بالكرات الرأسية كتير كبير، قدر ياخد الكرة الرأسية وبنجاح. شوفوا الكرة الرأسية، قدر يسجل هدف التعادل على يسار مهدي خليل ليهز شباك الجبل بهالكرة يلي ما بيقدر يعمل لها شيء أبدا. النتيجة عم تتعادل، خالد تكجي رفع، أحمد حجازي سدد، والتعادل 1-1 لتشتعل المباراة. هيدا اللي كنت عم بقوله، هل هي فورة أول 7 دقايق
لأنه من الخطأ أنه الفريق يرجع للدفاع، ونعرف أنه العائد ما بيرجع للدفاع، بس وقت بدك تدافع بدك تترك مجال للفريق الثاني يهاجم، وفريق تاني عنده مثل أحمد حجازي، عنده مثل كارلوس ألبرتو، عنده مثل التكجي وغيرهم من اللاعبين بيقدروا بأي لحظة يهددوا مرمى الفريق التاني. فريق العهد بده يستوعب الأمر، لأنه التعادل ما بيصب أبداً بمصلحته. هل رح نشوف تبديل سريع من باسم مرمر؟ هل رح نشوف فريق الإخاء بحلته الجديدة بالشوط الثاني؟ لأنه الإخاء الشوط الثاني غير الإخاء الشوط الأول، مثل ما النجم امبارح الشوط الثاني غير نجمة الشوط الأول. أحمد حجازي مصدر الخطورة الدايم يلي بيكون مصدر القلق لأي دفاع، والهوى برجع بقول يلي عم يلعب إلى جانب فريق الإخاء. فرصة جديدة مع خالد تكجي، تكجي تكجي داخل منطقة الجزاء، تكجي بسدد بين إيدين مهدي خليل. الأمور عم بتصير صعبة أكتر وأكتر على فريق العهد، لأنه يا شربيل المعنويات بعد الهدف رح تكون عالية كتير عند لاعبين فريق الإخاء، يلي بيعرفوا أنه بأي لحظة بيقدروا يجيروا العهد، بيقدروا يغيروا نتيجة المباراة، وبيقدروا يظهروا من المباراة بثلاث نقاط. ليش لا؟ يعني طبعا هذه هي النتيجة اللي انتهت عليها الدقائق 90 بذهاب الموسم الماضي عندما تعادلوا الفريقين بنتيجة 1-1، وبوقتها أيضا أحمد حجازي هو يلي سجل للإخاء الأهلي عليه مقابل هدف للإيفواري إدريس أكوياتي. اللاعب السابق للعهد أحمد حجازي هو يلي عم يسجل بشباك الفريق الأصفر، وعم يعيد الإخاء الأهلي عليه إلى أجواء المباراة ليواصل تقديمه المستوى المميز بالأسابيع الأخيرة مع الانطلاقة الهدوية حاليا على الجهة اليمنى. محمد حيدر لا شك أنه العهد عنده رد، عنده كلمة أولى بمواجهة الإخاء. الكرة إلى رمي التماس ملعوب لعند مين؟ لعند محمد حيدر، منه لعند ربيع عطايا، العطايا رح يرفع الكرة العرضية، لا بيقرر يعمل كنترول مواجهة إبراهيم خير الدين، أيضا إلى رمي التماس، عطايا ما بيقدر يمر مرة جديدة. 1-1 التعادل. يمكن أكثر لاعبين مرق اسمهم أمامنا على السوشيال ميديا لكل متابعي الفوتبول عندما أعلم يودراغ رادولوفيتش تشكيلته لمنتخب لبنان هن حسين زين وأحمد حجازي، هن يلي عم بيسجلوا اليوم بهالمباراة. أكيد الحديث عن منتخبنا، كل التوفيق للمنتخب اللبناني بمباراتي الأسبوع المقبل 15 الشهر الموعد باللقاء مع أوزبكستان، وبعشرين الشهر مع أستراليا بتكريم نجم السوكروس وهدفه التاريخي تيم كيهل. نسبة خاصة أيضا للجالية اللبنانية بأستراليا اللي بيستغل فرصة للمجهة التحية لمتابعة منتخبنا وتشجيعه. منتخب أيضا بصورة مغايرة مع عودة باسل إجرادي لاعب وسط هايدوك خبليت الكرواتي، وانضمام الشقيقين روبرت ألكسندر ميلكي وفيليكس جورج ميلكي إلى صفوفه. كرة هون مقطوعة إلى ركلة ركنية، إبراهيم خير الدين كان خلف الكرة الأخيرة. ثالث كورنر لفريق العهد مع محمد حيدر على تنفيذ. حيدر بيلعب الكرة اللي داخل منطقة الجزاء، شاكر وابي أفلت الكرة، الخطورة كانت موجودة أيضا لمصلحة فريق العهد. يعني بس المرمر كان ظاهر بخيبة من الشوط الأول، لأن كان بيعرف إهدار الفرص ممكن يدفع حقه فريق العهد بالشوط الثاني، بيعرف كتير منيح الأمر، عدد كبير من الفرص أضعهم العهد إما لتألق شاكر وهبي أو لسوء حظ مهاجمينه مثل أحمد زراء اللي معه الكرة حاليا على الجهة اليسرى. ما خرجت أحمد زراء بمواجهة إيغور، المواجهة الصعبة مع البرازيلي. شو ممتاز إيغور، ما معقول هاللاعب، ما معقول، من الصعب المرور على إيغور. كارلوس ألبرتو، كارلوس بيحمي كرته بشكل ممتاز، تدخل علي حديد عم يمنعه من التقدم، رمية التماس راح تكون لمصلحة فريق الإخاء الأهلي علي. هيدا هو كارلوس ألبرتو أمامنا على الشاشة، لفت الأنظار بكأس النخبة بشكل كبير عند بتوج هداف لإله، عم يقدم أيضا أداء جيد ورفيع المستوى مع الإخاء الأهلي علي بدوري ألفا. خليل خميس أيضا ما بعد الكرة بتروح لعند محمد حيدر، العهد مجددا بالهجوم، ربيع عطايا بالانتظار على الجهة اليمنى عم يستلم مواجهة إبراهيم خير الدين مرة جديدة، ربيع عطايا، ربيع بحاول يروح عن خير الدين، بحاول يلعب على العرضية، ربيع عطايا لا تزال الخطورة موجودة،
لا تزال الخطورة موجودة. وشاكر وهبي مجددا شاكر وهبي عم يكون موجود على مسار الكرة ويوقفها. بالإعادة مرة جديدة اللي حصل بين ربيع عطايا وابراهيم خير الدين. عطايا مر، عطايا هون استغل الارباك من قبل مدافعي الاخاء، وشاكر وهبي كان موجود لحسن حظه. كرته ارتدت من احمد عطوي، قريب جدا قريب جدا العهد عم بيكون من مرميه لشاكر وهبي، لكن مين القريب لحسم الامور فارس؟ هيدا السؤال العريض يلي ممكن نطرحه باخر 30 دقيقة من هاللقاء الناري والحماسي جدا بين العهد والاخاء الاهلي علي. ساعة تماما على بداية المباراة، النتيجة تعادل الإيجابي العهد والإخاء الأهلي علي. مباراة حلوة كتير، مباراة سريعة، مباراة ممتازة عم نتابعها بين الفريقين. العهد رصيده 16 نقطة قبل هاللقاء، هون المطالبة كان بركلة جزاء بنالتي لفريق العهد، عم نشوف ما فيها شيء الكرة أبدا. وفريق العهد رصيده 16 نقطة قبل هالمباراة والإخاء 11، يعني الترتيب كله رح يتغير شو ما كانت نتيجة المباراة. بحال خسارة أو تعادل العهد النجمة إلى الصدارة، بحال فوز العهد إلى الصدارة، وبحال فوز الإخاء رح ينافس بقوة ويصير قريب أكثر وأكثر من فرق المقدمة. كارلوس ألبرتو عم يتعرض لخطأ وركلة حرة من مكان مناسب للتسديد والتسجيل إذا قدروا ينفذوها بطريقة مضبوطة. كمان مرة كارلوس ألبرتو والخطأ واضح كان من خليل خميس. خليل خميس معه إنذار، معه بطاقة صفرة، بده ينتبه. أي خطأ تاني بيستوجب بطاقة صفرة تانية، ما رح يتأخر أبدا أبدا حكم المباراة حسين أبو يحيى يلي عم بيكون صارم بكل القرارات يلي عم يخدم، ما عم يرحم حدا. وهيدا حكم الماتش، هيدا حكم المباراة، هيدا المطلوب منه، مطلوب منه انه ينفذ القانون. وبهالوقت الجبل عم بيوجه سد دفاعي على الكرة. كريستيان لوكا هل رح يسدد بنجاح هالمرة او التكجي؟ التكجي بيسدد كمان بالسد الدفاعي. المحاولات والركلات الحرة يلي عم بتصير لفريق الإخاء من مكان خطر كتير، ما عم يستفيدوا منها أبدا من بداية المباراة. محاولتين ومحاولتين كانوا بالسد الدفاعي. أكرم مغربي بانتظار كمان إنه يهدد مرمى شاكر وهبي كرة طويلة. هيدا الأمور واضحة دايما، أحمد عطوي الكرة طويلة بده ينفذها داخل منطقة الجزاء، رح يحميها بشكل مناسب حسين زين، ليكون في ركلة مرمى بهالوقت لفريق العهد. يعني باسم مرمر وأبو الهيل بالمكان المخصص لإلهم ليعطوا تعليماتهم للاعبين، ما عم يهدى أبدا. أيمتى رح يلجأ باسم مرمر للتبديل الأول لإله؟ عنده خيارات مثل سمير أياس، مصطفى كساب، رح يكونوا الخيارات الأولى عنده بمباراة اليوم. كرة أمامية مع ربيع عطايا، ربيع عطايا بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، وشاكر وهبي، شاكر وهبي زمط بهالكرة، زمط على الطريقة اللبنانية بهالكرة شاكر وهبي. وكنا شفنا واحد من أجمل الأهداف، كمان من الأهداف الحلوة يلي راح تشوفوها بغولدن بول، الهدف الثاني لفريق الأنصار مع علاء البابا، الهدف الرابع للحج مالك من كرة رأسية من خارج منطقة الجزاء. إيغور بده حده إيغور عم بيطلب معاونة من زملائه. هيثم فعور بيقطع الكرة لعلي حديد. علي حديد التبديل الأول ما راح يطول، باسم مرمر الهيئة سمعنا باسم مرمر. وعلى السريع التبديل راح يكون مع سمير أياس لاعب خط وسط محرك، راح يكون بخط الوسط لأنه وسط العهد بالشوط الثاني بده زيت
يعني بدك تحط له زيت لا يقدر يشتغل مثل ما لازم. بالشوط الثاني خط الوسط ما عم بيشتغل، ما عم بيمول الهجوم بأي كرة، عم نشوف غياب نوعا ما للفرص الخطرة، محاولات عم بتكون موجودة بس من دون خطورة. أكرم مغربي بدك تنتبه يا أكرم، الحكم ما عطيك خطأ، ما فيك تاخد أنت بإيدك حقك لأنه معك بطاقة صفرة. عطوي بمرر للتكجي، تكجي بيقرب معه إيجور، شو راح يعمل تكجي؟ بيدخل 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 التكجي، بيدخل على مشارف حدود منطقة الجزاء، بمرر لإيجور، إيجور بيرفع الكرة داخل المنطقة، فرصة لفريق الإخاء مع تسديد حبيب الشويخ. حبيب الشويخ كان عم بيسدد كرة بعيدة، هيدي كرة ربيع عطايا يلي كادت تكلف فريق الإخاء الهدف الثاني. حسين منذر تبديل منتظر مع خروج حسين منذر من فريق العهد ودخول سمير أياس. سمير أياس لاعب المنتخب الوطني، سمير أياس بيتقدم أول كرة، تاني كرة كان عم يلمسها سمير أياس من دون أي نتيجة، والأمور على حالة مع محاولات عم بتكون لفريق العهد. فرصة لفريق العهد، رح يسجل الهدف الثاني، فرصة لفريق العهد. مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول، بس مرمر ما عم بيصدق شو صار مع سمير أياس، ما عم بيصدق هيك كرة كيف بتضيع، ما عم بيصدق كيف معقول ما تدخل المرمى. يعني فريق العهد ما بده يستفيد من الفرص يلي سنحت له اليوم، ما بده يستفيد من الأهداف يلي ضاعت قدام مرمى فريق الإخاء الأهلي عليه. شو بعد بدك يا سمير أياس لتهز الشباب؟ نرجع منقول شربيل، الفرص يلي عم بضيعها التقيلة من الوزن التقيل فريق العهد بنهاية المباراة، الخوف انه هالفرص تخليه يخسر نقاط. مسلسل اهدار الفرص العهدوية بالشوط الثاني بالمباراة مستمر. هالمرة سمير اياس اول دخوله كان ممكن يصنع من نفسه صورة البطل مثل يلي صنعها بالموسم الماضي عندما سجل هدف البطولة بمواجهة الانصار على ملعب مدينة كميشامون الرياضية. الامور على حالة، التعادل 1-1، العهد عاد ليضغط، عاد لينظم صفوفه على الصعيد الهجومي تحديدا مع خروج حسين منذر. سحب حسين منذر خليني اقول من ارض الملعب وادخال لاعب عنده نزعه هجوميه اكبر هو سمير اياس يلي كان على مسافه قريبه جدا من المرمى لتسجيل الهدف الثاني بالوقت يلي اكرم مغرب هالمره عم يواجه شاكر وهبي والكره الى ركله ركنيه مره جديده. الله يعين شاكر وهبي، ضغط كبير على حارس مرمى الاخاء الاهلي عليه بالوقت الحالي من الجهه اليمنى من الجهه اليسرى من كل الجهات والاماكن، التسديدات والخطوره والراسيات. الركنيه حاليا واحدة من الركنيات يلي عم ينفذه محمد حيدر الى يساره لشاكر وهبي، الحيدر بيلعب الكرة اللي داخل منطقة الجزاء الرأسية، وين رأسية كارلوس البرتو احمد زري ايضا بالصراع مع ايجور، الكرة عم تنقطع عم تروح لعند كريستيان لوكا، كريستيان بيطلع بالكرة بيحاول يمرر الامام دقيقة على مسارة بيمنع وصولها الى خالد تكجي، منه لعند ربيع عطايا المنتقل الى الجهة اليسرى والى رمية التماس، عندما يروح حيدر يلعب الكرة من الجهة اليمنى عطايا عم ينتقل سريعا الى الجهة اليسرى. هذا هو تبادل المراكز يلي عم يزعزع خط وسط الإخاء الأهلي عليه ويمنعه طبعا من عملية التنظيم الدفاعية. الإخاء حاليا عم يعتمد على المرتدات مع التكجي، التكجي بمر بأي طريقة على حديد ذكي جدا خالد، اللاعبين بيعرفوا بعضهم بشكل كبير منيح، سبق ولعبوا مع بعض لكن بكرة القدم للصلاة بالفوتسال. والخطأ عم يكون لمصلحة الإخاء وقلب النابض مع الدينامو. إيغور خطأ ارتكبه أحمد زريق على الرقم 89، أيضا أبو عتيق عم بيحاول يتقدم، اللاعب الفلسطيني بيواصل حفاظه على الكرة مش لوقت طويل. سمير أياس عم يتدخل، سمير أربع لاعبين من العاد حاليا بالحالة الهجومية مع سمير، بيلعب الكرة الأمامية مقطوعة من مين؟ مقطوعة من محمد عطوي. أبو عتيق على أرض الملعب مصاب، رح نشوف شو اللي حصل تحديدا. هون بالإعادة مرة جديدة احتكاك سمير أياس وأبو عتيق، سمير لعب على الكرة الأمر واضح لكن تعثر كما يبدو.
أبو عتيق والسقط على أرض الملعب. اللاعب راح يستأنف. مع كرة عند شاكر وهبي. مقطوعة من علي حديد بالرأس، أيضا هيثم فعور بمرحلة ثانية. إيغور. أيضا أحمد حجازي بطريقة ذكية ما في أي خطأ، عم يصل على الكرة كارلوس ألبرتو بالانتظار داخل منطقة الجزاء. أحمد حجازي عم يتقدم عم يدخل منطقة، حجازي عم يمر. أحمد حجازي شو عم يعمل بمدافعي العهد؟ ممتاز جدا كان بالكرة الأخيرة خالد تكاشي. ما معقول، مرة فرصة جبلية على مرمى مهدي خليل، بأي طريقة ضاعت هالكرة؟ خالد تكاشي بتسديدته يلي راحت لتصيب العرض، رح شوف بالإعادة كيف غربل المدافعين احمد حجازي. واحد حسين دقيقة، اثنين هيثم فعور، ثلاثة ايضا خليل خميس. تسديدته ارتدت من خليل، هون خالد سدد، حظه سيء حظه سيء، اصطدمت بكارلوس ألبرتو يلي لعب دور المدافع والكرة راحت من العارضة. مر لعيب احمد حجازي، ما معقول يلي عم يعمله على ارض الملعب احمد حجازي، هالرؤية الكبيرة وهالثقة بالنفس العالي. هون كارلوس ألبرتو كادت تخطع مهدي خليل، كان ممكن مهدي خليل يكون سيء الحظ، لكن خالد كان سيء الحظ بالكرة الأخيرة. صاحب التمرير الحاسم لأحمد حجازي يلي منها إجا هدف التعادل. طبعا كرة ملعوبة هون ومقطوعة. أبو عتيق عم يستلم، محمد أبو عتيق عم يتقدم، عنده تسديدات قوية، عنده تسديدات قوية، توقعتها منك يا رقم 10، تستاهل فعلا العلامة الكاملة، 10 على 10 بهالتسديدة الصاروخية من مسافة بعيدة، لكن مهدي خليل كان على الإنجاز. شوفوا من أي مسافة، من حوالي 30 متر سدد أبو عتيق أزيفة، لكن مهدي خليل عطلة بأي طريقة يا مهدي. حلو كتير، أحلى تصدي مهدي من كرة أبو عتيق، صدقوني بالقوية اللي وضع فيها أبو عتيق. لو كانت هدف كان ممكن نشوف واحد من أجمل أهداف دوري ألفا. والأسبوع الماضي موني سجل بكرة بعيدة جميلة جدا بتسديدة رائعة بمرمى شباب الغزية. هون هيثم فعور عم يقطع الكرة، هيثم بمواجهة التكجي، هيثم فعور بحافظ على كرته، ممتاز جدا هيثم فعور قائد العهد ببعد الخطورة. واي كور من جديد على رقابة أحمد الزرق، من جديد الإخاء عم يكون خطير فارس، يعني خطورة العهد إذا حضرت خطورة الإخاء حاضرة بهالكرتين، كرة خالد تكجي على العارضة وكرة أبو عتيق يلي أبعد مهدي خليل. واحدة من أجمل مباريات المرحلة السابعة من تبعها نحن وياكم مباشرة من صعيدة بعد في 18 دقيقة على نهاية الوقت القصري لزمن المباراة. النتيجة 1-1 بين العهد بطل الدوري والإخاء الأهلي علي الطامح الموسم لأول لقب رسمي، إذا بدكم لإله أول لقب رسمي كبير وهو لقب الدوري اللبناني. إيغور كرة عم تنقطع من ربيع عطايا، بترجع لعند محمد حيدر، محمد حيدر لربيع عطايا، ربيع عطايا معه أحمد زريق، معه أكرم مغربي، ومعه على الجهة اليمنى حسين زين، بفضل المرة لسمير أياس، سمير أياس برجع لعند محمد حيدر، محمد حيدر على الجهة اليسرى بده يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء. يعني الأفضلية للكرات الطويلة رح تكون المرفوعة داخل منطقة الجزاء، بتصور لدفاع فريق الإخاء الأهلي علي من ناحية الكرات الرأسية الكرات العالية. يعني كمان فريق العهد مع غياب العنصر الأجنبي عن هالمباراة، غياب توشيف، غياب عيسى يعقوب وأحمد صالح يلي موجود على مقاعد الاحتياط بانتظار التبديل الثاني إذا صار من ناحية أبو الهيل أو من ناحية باسم مرمر. الهدف ما رح يكون أبداً سهل على أي فريق رح يدخل مرمي، لأنه على الوقت عم يقرب من النهاية، وبهالوضع بتصير الأمور صعبة كتير. فرصة لفريق العهد، حلو كتير حسين زين، حسين زين، حسين زين، حسين زين بيدخل منطقة الجزاء، بس بالنهاية كريستيان لوكا بيبعد الكرة باللحظات الأخيرة بتروح لعند ما ظهر 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 كارلوس ألبرتو. شوفوا وين صار كارلوس ألبرتو، كمان عم يرتد
ياخذ الكره، بس مرمر منه راضي ابدا على ميت السيء بادي على وجوه. رامي تميس لفريق العهد تتنفس تحت انظار ابو يحيى حكم المباراه. سمير اياس يلي اضاع فرصه ما بتضيع ابدا، بس بتعرفوا كره قدم كل الاحتمالات دائما بتكون موجوده، كل الاحتمالات بتكون مفتوحه قدام اي فريق ليقدر يعمل شيء، وهذا الشيء اللي لهلا ما عم نشوفه من العهد بالشوط الثاني. ربيع عطايا اكثر اللاعبين حركه عم بيكون بخط وسط فريق العهد. ربيع عطايا بمرر لمحمد حيدر، محمد حيدر بيتقدم بمرر لربيع، ربيع 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 مراقب من لاعبين ربيع، ممنوع يتحرك ربيع، بترجع عند محمد حيدر، محمد حيدر بيلعب الوانتو فرصه لفريق العهد لتسجيل الهدف الثاني. مش معقول مش معقول، ايغور ايغور ايغور، شو عمل ايغور بهالكره؟ شوفوا ايغور كيف حرم فريق العهد من تسجيل الهدف الثاني. كنا شفنا الهدف الثاني بالمباراة لفريق العهد، هدف التقدم لولا تدخل إيغور باللحظات الأخيرة يلي موجود كان بالمكان المناسب بتايمينج أكثر من ممتاز. شوفوا إيغور كيف قري شو رح يصير، والتدخل يلي صار منع أكرم مغربي إنه يسجل هدف التقدم، منع أكرم مغربي إنه يهز شباك شاكر وهبي. نتيجة ما زالت 1-1، حسين حجازي حسين زين واحمد حجازي اللي سجلوا هدفين. الوقت عم يركض عم يركض عم يركض، الوقت ربع ساعة وأقل بدقيقة، إذا بدكم نقول مين رح يرجع مبسوط على بيروت أو على الجبل، أو الأمور رح تبقى مثل ما هي. حسين زين حسين زين كمان الكرة بتروح لفريق الإخاء، فريق الإخاء بالشوط الثاني عم بيكون فريق منظم، عم بيكون فريق ممتاز، عم بيقدر يخلق الخطر مثل ما بده على مرمى مهدي خليل. إخاء بالشوط الثاني غير إخاء بالشوط الأول، والعهد بالشوط الثاني بالرغم من المحاولات كمان عم بيكون عنده خطورة كبيرة على فريق الإخاء، بس الإخاء اللاعبين دخلوا الشوط الثاني غير كليا. التعليمات من ابو الهيل عطلت نتيجتها، جمهور العهد ما راح يكون راضي ابدا لهلا عن نتيجه المباراه، بده الثلاث نقاط، بده الفوز، ما بده التعادل الثاني ابدا هالموسم. التعادل الاول كان مع الرسينج بجوني بنتيجه 2-2 من بعد ما تقدم الرسينج 2-0 بالشوط الاول، العهد عدل بالشوط الثاني، وما بده كمان يكون التعادل الثاني لإله بصيدا مع فريق الإخاء. إيغور مباراة كبيرة قدمها اللاعب اليوم إيغور، إنه لعطوي تكاجي، تكاجي كمان الكرة يلي سددها اصطدمت بكارلوس ألبرتو واصطدمت بالعارضة. بدنا نشوف الهدف الثاني لفريق الإخاء، تبادل كرات ممتاز من لاعبين فريق الإخاء. حبيب الشويخ بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء على حديد بيبعدها، بتهيأ عند خليل خميس، خليل خميس لسمير أياس، سمير أياس صاحب الفرصة الأغلى ضايعة بهالمباراة. خطأ واضح هون من حبيب الشويخ، وحسين أبو يحيى عم بيعطي إنذار شفهي لحبيب الشويخ، مرت جاي في بطاقة صفراء رح تكون ناطرة حبيب، بده ينتبه. الوقت عم بيركض فريق العهد لهلا بهيدا الهدف اللي دخل مرمي، صار عم يتساوى مع النجمة من ناحية الأفضل دفاع. الفريق يلي قال لشي دخل مرمي هون اللي العهد والنجمة بالتساوي مع 3 أهداف، بينما العهد صاحب أفضل خط هجوم مع 15 هدف. جمهور العهد ما عم بيسكت ابدا، عم بيشجع فريقه وعم بحمس فريقه بالرغم من الطقس البارد يلي عم بيكون هون بصيدا. اللاعبين بدهم تشجيع، هن حاضرين ليشجعوا، بس بدهم اللاعبين يسجلوا. التشجيع بلا تسجيل ما بينفع، ما كانك عملت شيء ابدا. سمير اياس بيرتد ليلعب الكره خاطئه، رمي التميس للإخاء الأهلي علي،
خالد تكجي ما راح يوصل، بتروح لعند هيثم فعور. هيثم فعور منه لاحمد زريق، احمد زريق اماميه لعند محمد حيدر، محمد حيدر بيتقدم بيتقدم بيتقدم، محمد حيدر بيدخل بالكره، ممتاز ممتاز محمد حيدر، بس باللحظات الاخيره بيتوقف محمد حيدر من احمد عطوي ليخسر الكره وبتروح عند حجازي. حجازي بمباراة اليوم شعلة نشاط ما بيهدى، هون الخطأ والمطالبة كانت، وأبو يحيى عم بيوجه إنذار لجهاز الفني لفريق العهد، ممنوع الاعتراض، ممنوع حدا يعترض بطريقة قاسية، وقربنا من آخر عشر دقايق من زمن المباراة والنتيجة على حالة 1-1. شربل فينا نقول الأداء، فريقين عم بيكونوا مثل بعض، الامور مفتوحه على كل الاحتمالات. فارس الايخاء عنده فرصه، العهد عنده فرصه ايضا بالوقت اللي خلي خميس عم يضطر يقطع الكره الى رمي التماس، راح تكون لمصلحه الايخاء. الاهلي علي حبيب شويخ بده شك حرك اكثر الناحيه الهجوميه عند الايخاء، يمكن مش بشكل مباشر، لكن تركوا لخالد تكجي مرتاح يكون عنده دور الحر يلي بحب يلعبه على ارض الملعب، وبالتالي قدر خالد تكجي وحده من كراته على العرضيه يوضع كره على راسه لاحمد حجازي اللي سجل هدف التعادل. هون الاحتكاكات عادت تحت انظار جمهور العهد، ربيع عطايا كان عم يسقط وعم يحصل على الخطا، الانذار راح يكون موجود، راح نشوف بوجه مين. حسين ابو يحيى رفع الانذار، كره بوسط الملعب حاليا، وفي خطا جديد هون من ابو عطيه على محمد حيدر. دقيقة 81، 9 دقائق متبقية، كرة داخل منطقة جزاء خطيرة جدا، التسديدة من ربيع عطايا ما خلصت أبدا، عطوي عم يبعدها إلى ركلة ركنية، إرباك كبير كان داخل منطقة جزاء فريق الإخاء. سريعا حسين زين وأحمد زريق منه لعند حيدر، حصار تام من العهد للمنطقة الجبلية، لكن من جديد كريستيان لوكا هو اللي كان حصل على الانذار، لاعب فريق الايخاء الاهلي عليه عم يتلقى البطاقه الصفراء الاولى له بعد 7 مراحل على انطلاق دوري الفا. بالوقت اللي هيثم فعور بيلعب الكره الاماميه خطيره جدا لاكرم مغربي، اكرم داخل منطقه الجزاء يعني الخطوره بدها تكون موجوده، اكرم بيلعب للقلب متروك، تركها محمد حيدر لحسين دقيق، جميل جدا التمويه من حيدر والتسديد من دقيق، ربيع عطايا من جديد، المرة بيخسر كرته امام كارلوس البرتو، سريعا حسين زين، يا سلام عليك من اللاعب، عالي جدا حسين زين، عالي جدا كيف اوقف كارلوس البرتو، لكن حبيب شويخ ايضا عم يقدم اداء عالي وقت دخوله الى ارض الملعب، مصدر حركه كبير عم بيكون بوسط الملعب دفاعا وهجوما، كره مقطوعه بتروح بالخطا لعند ربيع عطايا، مقطوعه مره جديده من ابراهيم خير الدين، بخليها داخل ارض الملعب لكن مش لمصلحه فريقه لمصلحه العهد، مع محمد حيدر عم يتقدم، محمد حيدر عم يدخل منطقه جزاء بالانتظار 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 بالانتظار، سمير اياد شو عم يقول حسين ابو يحيى، حسين ابو يحيى عم يقول ركله جزاء على ما يبدو كان في دفع على سمير اياد، فرحه كبيره لجمهور العهد بهالمباراه المجنونه، فعلا المباراه مجنونه، فريق العهد عم يحصل على ركله جزاء، ايجور على ما يبدو هو اللي دفع سمير اياس، هلا رح نشوف الاعاده اللي حصل، لكن من المبكر الاحتفال بالتاكيد بالتاكيد من المبكر الاحتفال، بدنا ننطر بدنا ننطر تنفيذ ركله الجزاء، هيدا الامر يلي عم بيقولوه اكيد لاعبي العهد بعكس جمهورهم يلي فرح جدا بركله الجزاء بالاعاده مره جديده. هون الاحتكاك اللي حصل، هون الحكم اعتبر انه في احتكاك بين ايجور وسمير اياس، يعني هيك نوع من الحالات، فعلا دقيق جدا اكيد لجنة الحكام بالاتحاد اللبناني لكرة القدم يكون لها حكمة على هالحالة، اكيد كل الحالات المثيرة للجدل واللي عليها علامة استفهام بتابعوها بجولدن بول يوم الاثنين الساعة 5 بعد الظهر. حسين ابو يحيى قال في ركلة جزاء للعهد ومحمد حيدر أمام فرصة تسجيل ركلة جزاء ثالثة لإله الموسم، سجل بمرمى الأصار من بينالتي، سجل بمرمى طرابلس من بينالتي،
واليوم راح يكون امام فرصه جديده للتسجيل من نقطه جزاء. صاحب ثلاث اهداف في دوري الفا لهالوقت راح يكون هو يلي عم ينفذ. شفته انا حامل الكره الوقت يلي شاكر وهبي مصاب. كيف اصيب شاكر وهبي ما بعرف صراحه. ركله جزاء راح تكون للعهد. خلينا نشوفها مره جديده بالاعاده جورج. شوفوا هون بالاعاده الكره. حكم على ما يبدو اعتبر انه ايغور نزلوا لسمير اياس بايده اليسرى. خلونا نشوف بالاعاده. شوفوا ايده الشمال لايغور، هل هي اللي اسقطت سمير اياس؟ فعلا سؤال يطرح. هل اللمس يرتقي لمستوى الخطأ؟ هيدا تقدير الحكم بيكون. ما رح نلعب دور الحكم بصراحة، لكن بالتأكيد اللاعبين كانوا عم يتنافسوا على الكرة، وبالتالي حسين أبو يحيى اعتبر إنه إيغور تعرض لسمير عياس. منقذ العهد بآخر مبارتين محمد حيدر يلي حمل ست نقاط إلى العهد بآخر مبارتين بالانتصارين على الأنصار وطرابلس على التوالي. راح يكون بمواجهة مع شاكر وهبي، فرح يشكر الأخاء شاكر أو مرة جديدة راح يحتفل العهد بمحمد حيدر يلي من ايام قليله كان عم يحتفل بعيد ميلاده، فراح يهدي نفسه ويهدي فريقه. هدف وثلاث نقاط محمد حيدر، كل بانتظار هديتك بمواجهه شاكر وهبي. حسين ابو يحيى عم يتاكد من مكان وقوف حارس مرمى الاخاء الاهلي علي. محمد حيدر بالمواجهه الصعبه بالدقائق الصعبه، في حال سجل الامور راح تكون صعبه على الاخاء الاهلي علي. محمد حيدر عم يتقدم خطوه اثنين ثلاثه بسدد جول. جول حيدر حيدر حيدر، مين غيره؟ محمد حيدر دائما بالظروف الصعبة بالمواقف الصعبة، اسألوا عنه اطلبوا منه، واخدوا الأهداف واخدوا النقاط الثلاثة من ركلة جزاء بالوقت الصعب بالدقيقة 87. الرقم 10 عم ينجح مرة جديدة من ركلة الجزاء، ثالث بينالتي لإله 10 على 10. العلامة الكاملة له بهالاختبار الصعب أمام شاكر وهبي. كل الضغوط على الرقم 10 لكن من دون أي ضغط، بذكاء بهدوء برواء وضع الكرة بالزاوية اليسرى وأعطى التقدم من جديد للعهد. العهد 2 الإخاء الأهلي علي 1. العهد عم يتقدم فارس من جديد، والإخاء أمام المهمة الصعبة جدا مثل ما ذكرت قبل تنفيذ ركلة الجزاء لمتبقي أقل من 3 دقائق أمام الإخاء للعودة إلى اللقاء. دقيقتين على نهاية الوقت القصري لهالمباراة، أكيد في وقت محتسب بدل عن ضائع رح يكون حرزين لأنه صار في إضاعة وقت منيح. تبديلات بعد مش واضح شو رح يصير، بس ركلة جزاء يعني أثارت شكوك كتير كبيرة. كل اللي عم يجوا لعنا ليسألونا هل في ركلة جزاء إيه أو لا، مش مهم رأينا إذا في إيه أو لا، المهم إنه في الحكم قال إنه في ركلة جزاء والنتيجة 2-1. الأمور كلها تغيرت على أرض الملعب، نتيجة المباراة تغيرت، وخطأ بهالوقت عم بيكون من إبراهيم خير الدين. الأمور عم تصعب أكثر وأكثر على الملعب، المباراة صارت مشحونة كثير كثير كثير. عم نشوف الأخطاء، 18 خطأ لهلا من بداية المباراة. فريق العهد بيتقدم 2-1 على فريق الإخاء بعد مباراة كبيرة قدمها الإخاء خاصة بالشوط الثاني. هون تيسير بدر بيرفع رايته ليعلن عن خطأ لصالح فريق العهد. ربيع عطايا عم بيتعرض للفاول، وفي تبديل
في تبديل بصفوف فريق الإخاء مع كريم درويش اللي عم يدخل بآخر دقيقة من عمر المباراة. شو رح يعمل كريم بآخر دقيقة من عمر المباراة؟ وخروج محمد عطوي بهالوقت، خروج محمد عطوي ودخول كريم درويش لاعب مهاجم بمحاولة للاستفادة من الكرة. إذا قدر فريق الإخاء يهجم، إذا قدر فريق الإخاء يشكل خطورة على مرمى فريق العهد. ركلة حرة لفريق العهد، كتير عم بيروح وقت لتنفيذ الكرات، بس حسين أبو يحيى رح يزيد الوقت كله مع نهاية المباراة لنعرف قديش رح يكون في قدام الإخاء لتعديل النتيجة، قدام العهد لتعزيز النتيجة أو حتى للمحافظة على النتيجة. الوقت محتسب بدل عن ضائع رح يكون 6 دقائق، هيدا اللي توقعني 6 دقائق، إنه الوقت حرزين 6 دقائق. وفي تبديل عم يتحضر بصفوف العهد مع مصطفى كساب يلي عم يستعد ليدخل لأرض الملعب. مصطفى كساب التبديل صار جاهز، أول ما توقف الكرة رح نشوف التبديل الثاني من ناحية فريق العهد. هيثم فعور بيبعد الكرة لخارج الملعب والتبديل صار جاهز. مصطفى كساب بهالوقت رح يدخل لأرض الملعب بدلاً من أكرم مغربي. أكرم مغربي خارج الملعب وبدلاً منه مصطفى كساب. بس مرمى راهن اليوم على تشكيلته اللبنانية لأنه مضطر يراهن على تشكيلته اللبنانية لأنه اللاعبين الأجانب ثلاثتهم مصابين. فاليوم التشكيلة اللبنانية لهلأ عم بتكون على قد الأمل المعقود عليها. كرة بتنرفع داخل منطقة الجزاء، رأسية بين إيدين مهدي خليل، سهل كتير كتير من دون أي مشكلة. مهدي عم يلتقط الكرة، عم يمنع فريق الإخاء أن يستفيد ويقرب ويسجل هدف التعادل. 3 نقاط غاليين صدقوني، غاليين. وقت بدك تربح على فريق مثل الإخاء منا سهلة أبدا. 3 نقاط هني بمثابة 6 نقاط، لأنه وقت تقولوا الأنصار والنجمة والعهد ما فيكن تنسوا ابدا فريق الإخاء الاهلي علي، فريق الجبلي يلي عم بيقدم فوتبول حلو كتير، يلي عم بيقاتل عم بينافس والدوري بعده طويل طويل كتير. كره هون عم بيبعدها كريستيان لوكا، بتوصل لعند ابو عتيق بيخطفها منه محمد حيدر. لا ازري 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 على الجهه اليسرى، شوفوا حجازي وين صار. حجازي عم بيرتد للخلف، حجازي على أرض الملعب عم بيطالب هون أكيد حجازي بشي، بس ما رح تمرق الأمور على حسين أبو يحيى. تلكن المباراة ولعت على أرض الملعب، المباراة اشتعلت بين الجهاز الفني بين اللاعبين بين الجمهور، نحكي رياضيا لأنه صار الوقت عم يقطع عم يقطع بسرعة بسرعة، عم بيركض ركض مين رح يستفيد. لاعبي فريق الإخاء عم يتقدموا، بس تمرير تعطوي خاطئة بتروح لربيع عطايا. ربيع 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 بده يجرب ربيع يعمل شيء بهالكرة، يعني إذا أخذ رمي التماس بضيع وقت. اعتراضهم من لاعبي فريق العهد يلي كانوا عم يطالبوا إنه رمي التماس هي لإلهم مش لفريق الإخاء. أبو عتيق لحبيب الشويخ، حبيب الشويخ بيرجع الكرة بدوره لإيغور، إيغور لأحمد عطوي، أحمد عطوي على الجهة اليمنى لمين؟ لمين؟ في أحمد زريق، أحمد زريق بيشتت يبعد الكرة لخارج الملعب. الوقت عم بمر عم بمر. كريم درويش، يعني كريم درويش ارتكب الخطأ، شو بدك بهالشغلة؟ بمجرد ما دفشت اللاعب في خطأ واللعب رح يروق، اللعب رح يهدى وهذا الشيء رح يصب بمصلحة فريق العهد. هيثم فعور كابتن فريق العهد، فوز العهد بيكون فوز السادس ب7 مباريات. هون عم نشوف الخطأ من كريم درويش،
فإذا العهد رح يرفع رصيده ل 19 نقطة ليرجع ويستعيد صدارة دوري ألفا على حساب فريق النجمي. خطأ جديد كمان لفريق العهد، بينما فريق الإخاء رح يتلقى خسارته الثانية هالموسم بسبع مباريات، ورح يتجمد رصيده عند 11 نقطة وبينزل من المركز الثالث للمركز الرابع بعد فوز الأنصار على البقاع بنتيجة 4-1. الأنصار يلي رفع رصيده ل 13 نقطة، يعني ثلاثي المنافس والمنافس على لقب دوري ألفا فازوا ثلاثتهم هالأسبوع. عم نحكي عن النجمة، عن الأنصار وعن العهد، الثلاثة ربحوا من دون ما يكون في أي تعثر لواحد منهم، أي مفاجأة بمكان معين. يعني المنطق إذا بدكم فرض نفسه والأمور راحت مثل ما هني بيتمنوا. أحمد حجازي بحافظ على الكرة، بده حدا يساعده أحمد حجازي. في خطأ، الحكم بيترك اللاعب أدفانتج، كمان خطأ جديد، في بطاقة صفرة بهالوقت لمصطفى كساب. مصطفى كساب يلي عم بيحصل على انذار، هي البطاقة الصفرة الأولى لإله بدوري ألفا. مصطفى كساب عم بياخد انذار مباراة، هيدا يلي عم نقوله حميت كتير، وخطأ واضح، بده بطاقة صفرة. تدخل قاسي كان مع اعتراض كبير من الجهاز الفني والإداريين بصفوف فريق الإخاء يلي كانوا عم بيطالبوا ببطاقة حمراء. آخر محاولات الإخاء بهالمباراة، الوقت انتهى، 6 دقائق عم بينتهوا، ما رح يتأخر حسين أبو يحيى من بعد ما تنفذ هالكرة ليعلن نهاية المباراة. آخر فرصة لفريق الإخاء، كل لاعبين فريق الإخاء عم يتقدموا. لويني أبو عتيق؟ ما زالت الكرة مع حبيب شويخ بغير اتجاهها ناحية اليسار لعند إيغور بيتقدم وبيتعرض لخطأ جديد. إيغور كمان لازم فريق الإخاء ينفذ الكرة ما يتأخر أبدا. مع مين؟ مع كريستيان لوكا. لازم شاكر وهبي ينزل والكل يكونوا موجودين قبل ما أبو يحيى يعلن نهاية المباراة. كريستيان لوكا بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، أول ما بشتتها دفاع فريق العهد. رح نشوف نهاية المباراة، والكرة بالنهاية رح تكون لفريق العهد مثل ما توقعت. صار أول ما دفاع العهد أبعد الكرة، العهد عم بيفوز بنتيجة 2-1 على الإخاء الأهلي عليه بعد مباراة حلوة كتير، مباراة مجنونة، مباراة شهدت تسجيل 3 أهداف، هدفين بالشوط الثاني وهدف بالشوط الأول. فريق العهد عن طريق محمد حيدر من ركلة جزاء، بنالتي مشكوك كان بأمره بعد اعتراض كبير من فريق الإخاء، عم بيفوز العهد لياخد 3 نقاط وياخد الصدارة من جديد من فريق النجمي. الأسبوع المقبل ما رح يكون في دوري، رح يتوقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب بمبارتين وديتين. ما رح طول ليكون عنا الوقت الكافي لنعطينا استوديو التحليلي لنسمع الكابتن جمال الحاج رأيه بهالمباراة. تفضل شربي. شكرا لك فارس، والف مبروك لفريق العهد. اذا ركله جزاء وصافره تحكيميه هي اللي حسمت الامور بين فريقين، كان في تكافؤ كبير بيناتهم بالشوط الثاني. كابتن جمال، مباراه جميله جدا حقيقه بالمجمل، وبالشوط الثاني بلغت قمه بالاثاره خاصه بعد تسجيل هدف تعادل للاخاء، وشفنا كمان انتفاضه العهد بعد التعادل بشكل كتير كبير، عمل فرص كتير خطره وكان ممكن كل الاحتمالات مفتوحه فيها، كان ممكن الاخاء يفوز وممكن العهد، وبالنهايه مثل ما قلت انه كانت الحسم لضربه جزاء سجلها محمد حيدر الهدف. بالوقت يلي الصراع الذهني كان بين المدربين كتير حاضر على ارض الملعب تكتيكيا بالشوط الثاني، شفنا عبد الوهاب ابو الهيل بالتبديل يلي توقعته حضرتك، دخول حبيب شويخ حرك الاخاء بشكل كتير كبير لانه حرر خالد التكجي، وراح نشوف الهدف
يلي سجلوه الإنخاء الأهلي عليه، وتحرك التكجي وكرته العرضية اللي لعبها لأحمد حجازي. هذا الهدف، هدف العهد، هدف الأول يلي سجله حسين زين. بالوقت يلي العهد بلش يكون عنده قلق من نوع آخر، هو أهدار العدد كبير من الفرص. صحيح أهدار، لكنه بالأداء بشكل عام لفريق العهد كان عالي جدا اليوم. يحسب للفريق بدون أجانب قدم مباراة كبيرة صنع فيها كثير من الفرص، عم بواجه فريق منه هين كمان، فريق الأخاء قدم مباراة كبيرة على المستوى التكتيكي. يعني المدرب بالشوط الثاني هون عم نشوف كابتن صحيح. تحرك حبيب شويخ فتح المجال لخالد لأنه يركض له المدافعين صحيح. لعب خالد الكرة العرضية وأحمد حجازي كان بالمكان المناسب لإعادة الأرقام. بعتد الوحدة من الشغلات اللي كان عامل حسابها المدرب عبد الهاب والوهاب هو الشوط الثاني، ترك بعض الأوراق للشوط الثاني، وهذا الأمر حصل وكان فيها صراع مثل ما حضرتك لك ذهني وتكتيكي بين المدربين، لكنه بالنهاية قدر فريق العهد نتيجة المهارة والإصرار والشخصية البطل عند لاعبينه أنه يصنع العديد من الخطورة والفرص، وحصل على ضربة جزاء سجل منها. طبعا ضربة جزاء نحن ما حنقدر نحسمها، هيدي ركلة جزاء اللي اختلفنا عليها أنا وياك، بس ما حقول للمشاهدين أنا شو رأيي وأنت شو رأيك. صحيح. على كل حال إذا نحن على الإعادات عم نختلف، ما هيدي هي صحيح. على كل حال حكم لجنة الحكام هو يلي رح يعطي أحقية لهيدا الفريق أو لهيداك الفريق بركلة الجزاء، ورح أقول وين كان القرار صحيح أو غير صحيح عند حسين أبو يحيى. أكيد هالأمور كلها بتابعوها عبر برنامج جولدن بول يوم الاثنين الساعة 5 بعد الظهر. كابتن جمال بدي أتشكرك، شكرا لك، أكيد رح يكون لنا لقاءات تانية معك بالأسبوع الثامن، لكن لوقتها مشاهدينا بلتقينا وياكم تنين بجولدن بول. إلى اللقاء. Rhythm.